الآن الأخبار الليلة من الحدث. الأخبار الليلة من الحدث، أهم الملفات: مروحة الاستهدافات الإسرائيلية تتوسع في لبنان، مسيرة تصل محيط منزل نتنياهو، والأخير يظهر من حديقة المنزل ليرد خامنئي ينعي السنوار، كما نبحث ارتباط إيران بالقضية الفلسطينية وتأثيرها فيها. والبداية من العناوين. لك لكس قتلوا الزلمة، رجعوا صمتوا صاروخ ومرته بالحرش. مروحة الاستهدافات الإسرائيلية تتسع، ضربة دقيقة تستهدف قياديا استخباراتيا بحزب الله على طريق جونيا، والضاحية الجنوبية في مرمى القصف مجددا. مسيرة تصل من لبنان إلى محيط منزل نتنياهو، والأخير يطل من حديقة منزله بعد ذلك لإظهار عدم تأثره، وتل أبيب تتهم طهران. في أول تعليق على مقتل السنوار، خامنئي يقول إن حماس حية وستبقى حية. وفي الأخبار الليلة نبحث تأثير إيران بالقضية الفلسطينية. مروحة الاستهدافات الإسرائيلية تتسع، تلاحق حزب الله وعناصره في كل لبنان، أخرها استهداف قيادي بمخابرات الحزب في جوني. بالموازاة غارات عديدة اليوم على الضاحية الجنوبية لبيروت، إضافة إلى غارات وقتلى في البقاع والجنوب. فالغارات الإسرائيلية على الضاحية أتت بعد أقل من ساعة على إصدار الجيش الإسرائيلي إنذارا جديدا بالإخلاء، إخلاء السكان، سكان المنطقة. واستهدفت الغارات منطقة حارة حريك وشويفات وبرج البراجنة، فيما حلقت المقاتلات الإسرائيلية على علو منخفض فوق العاصمة بيروت، في وقت نشر الجيش الإسرائيلي صورا لغاراته التي يقول فيها إنها تستهدف مخازن أسلحة ومقر لحزب الله جنوبي لبنان. نبدأ بمشاهد من غارات اليوم، مرحبا بكم. شوي فيت هلأ، هاي طيران، هذه مش شو اسمه، אחד היתורים, אזרחי כביכול, נמצאו פריטי אמל"ח רבים. אפשר לראות פה פצמרי 60, מרגמה 60, מכך, תחמושת רבה, מטעני צינור, RPG, מטעני חבלה, מוכנים. יש פה כמות אמל"ח של סדר גודל של מחלקה, RPG 27, הכל מוכן. יש פה קסדות, ציוד לחורף,
هكل مخان لميموش تخنيت هتكفه شل اويف. وفي تفاصيل الاستهداف الذي طال مسؤولا بحزب الله في منطقة جوني شمال بيروت، وهي منطقة غير محسوبة على حزب الله، قالت مصادر الحدث أن المصادفة قيادي عسكري بمخابرات الحزب. الغارة استهدفت سيارته في أول ضربة ولم تقتله، فترجل منها مع زوجته الإيرانية فلاحقه صاروخ وقتلهما. نزل صواريخ تحت شغلنا عم بيضربوا على هالسيارة. الزلمة ومرته نزلوا هربوا بالحرش. لك صواريخ على الطريق لحقلها السيارة عم تضربها. لك لك قتلولها الزلمة رجعوا صمتوه صاروخ ومرته بالحرش. ياه حد الا بيدور حد الا بيدور بغزير. الشيء نحن متوقعينه من زمان وجاي، لانه طول ما في الامكا موجوده عندنا بالمناطق وعم تضل موجوده بمناطق كسروان وجبال وعم تضل موجوده بكل حق بلبنان، متوقعين هذا الشيء رح يصير. على الجهة الثانية، نقل إعلام إسرائيلي عن مسؤول في الحكومة الإسرائيلية أن إيران حاولت اغتيال بنيامين نتنياهو. وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي قد أعلن اليوم أن مسيرة أطلقت من لبنان استهدفت مقر إقامة بنيامين نتنياهو في قيسارية. وأورد مكتب نتنياهو في بيان أنه وزوجته كان خارج المنزل وقت وقوعها، مضيفا أن الحادث لم يوقع أي قتلى. وبعدها ومن حديقة المنزل ذاته ظهر نتنياهو بفيديو في إشارة للتأكيد على أنه لم يصب بالمسيرة. جيد، كما تعلم قبل يومين قضينا على السنوار. كما قلت نحن في حرب النهوض والبناء ونحن مستمرون حتى النهاية. وأود قول شيء إضافي، أنا أفتخر بجنودنا، فخور بضباطنا، فخور بكم مواطني إسرائيل. من القدس تنضم إلينا صحفية هبة مصالحة، من بيروت موفدة الحدث ريمي درباز، من الرميش جنوب لبنان مراسلة الحدث ناهد يوسف، ومن دير البلح وسط قطاع غزة عبر الهاتف أسامة الكحلوت. مرحبا بكم جميعا. أبدأ من عندك ناهد لأسأل آخر الأخبار المحيطة فيك. حسين، سلسلة من الغارات اليوم، عشرات الغارات تحديدا طالت جنوب لبنان، إن كان في العمق الجنوبي أو في بلدات حدودية، ولكن المشهد الأبرز يبقى لليوم السابع على التوالي في بلدة عيت الشعب. منذ دقائق شنت الطائرات الحربية 3 غارات متتالية على هذه البلدة، وبالتالي اليوم نكون أمام عشرات الغارات التي كانت استهدفت هذه البلدة تحديدا، تزامنا مع قصف مدفعي لا يتوقف واشتباكات بالأسلحة الرشاشة مستمرة لليوم السابع على التوالي. يعني لا تزال هذه المحاولات لدخول هذه البلدة مستمرة، أو بالتحديد بلدات عيت الشعب، رامية والقوزة، هذا الثلاثي أو هذا المثلث من البلدات الذي يحاول الإسرائيليون دخوله، ولا تزال الاشتباكات مستمرة بينهم وبين مقاتلي حزب الله الذين يقومون بالتصدي لهذه المحاولات، إن كان برشقات صاروخية أو بالمدفعية أو حتى كما قلنا باشتباكات بالأسلحة الرشاشة. اليوم حزب الله قال بأنه استهدف تجمعا أيضا من جنود إسرائيليين كانوا في محيط هذه البلدة، تم استهداف دبابة مركبة في
في ثكنة زرعيت بصاروخ موجه. هذه الثكنة تقع هي مقابلة تماما لبلدة رامية، وبالتالي تبقى هذه الاستهدافات وهذه الاشتباكات مستمرة في أكثر من موقع إسرائيلي. تم استهداف تجمعات لجنود إسرائيليين كي لا يدخلوا إلى البلدات الجنوبية، رغم أن هذه المحاولات استمرت في أكثر من نقطة. في بلدة كفركيلا التي كانت أولى محاولات الدخول الإسرائيلية إليها، والتي في الفعل دخل الإسرائيليون في مع بدء الإعلان البري إلى محيطها وبعدها تراجعوا، اليوم أيضا قاموا بالدخول عبر بوابة فاطمة على الجدار الفاصل، ولكن تم استهدافهم أيضا برشقة صاروخية بحسب ما أعلن حزب الله. أيضا يبدو بأن هذه المحاولات مستمرة من بلدة مارون الراس، حيث اليوم تم استهداف لمرتين تجمعات لجنود إسرائيليين في مستعمرة أفيفيم التي تشرف عليها هذه البلدة. عيت الشعب ومارون الراس حسين هما من أبرز البلدات التي يحاول الإسرائيليون دخولها لما تحمله هذه البلدات من رمزية سياسية وعسكرية. عيت الشعب منها أسر الجنديين الإسرائيليين في حرب 2006، لذلك لها دلالات سياسية وعسكرية بالنسبة لإسرائيل. ومارون الراس كانت بحرب 2006 استمرت فيها المواجهات لعشرة أيام متواصلة، وبعدها انسحب الإسرائيليون في تلك الحرب، وبالتالي بالفعل هم هناك إصرار على دخول هذه البلدة لما تحملها أيضا من دلالات سياسية أو من رسائل ومعنى سياسي وعسكري. أيضا كانت هناك محاولات في أكثر من نقطة لاستهدافات، رشقات صاروخية استمرت بالانطلاق من جنوب لبنان باتجاه الداخل الإسرائيلي، وصلت إلى صفد وإلى حيفا باستهداف قواعد إسرائيلية وتجمعات أيضا لجنود إسرائيليين في تلك المناطق. إلا أن عملية إطلاق المسيرات باتجاه منزل نتنياهو حتى هذه اللحظة لم يتبناها حزب الله. حزب الله أعلن عن 20 عملية، ولكن ليس بينها اليوم هذه العملية التي لم يتبناها، رغم أن منذ يومين كان أعلن المكتب العسكري لحزب الله أو غرفة العمليات عفوا لحزب الله بأن سيشهد أو أن الحزب دخل مرحلة جديدة من المواجهات، وأنها ستأخذ هذه المواجهات منحا تصعيديا. لذلك قد تكون هذه العملية من إطلاق مسيرات هي إحدى وجوه هذه التغييرات في العمليات. لذلك تستمر طبعا إطلاق هذه الرشقات إلى الداخل الإسرائيلي، والاستهدافات طبعا للمواقع على الشريط الحدودي مقابل عشرات الغارات التي كانت شنت اليوم، إن كان على الشريط الحدودي أو البلدات الحدودية أو في العمق الجنوبي. أيضا مع الإشارة إلى استهداف اليوم شبكة المياه في منطقة العرقوب في وادي شبعة، ما أدى إلى انقطاع المياه عن كل قرى العرقوب وبعض قرى قضاء حصبية في إطار سلسلة أو مواصلة الاستهدافات لكل الشبكات الأساسية من مياه وكهرباء في المناطق الحدودية. طيب، من عندك بشكل مباشر إلى ريمي. ريمي مرحبا بك. أجواء الضاحية بيروت على وجه التحديد، غارات اليوم استهدفت حي الأمراء في الشويفات وغير ذلك. نعم، كما ذكرت اليوم عاودت الغارات على ضاحية الجنوبية لبيروت بعد توقف دام لي 3 أيام لم نشهد في خلالها غارات على الضاحية. 15 غارة شنها الطيران الحربي الإسرائيلي على أكثر من نقطة في الضاحية الجنوبية، بدءا من حارة حريك وصولا إلى برج البراجنة والشويفات، تحديدا حي الأمراء. كما ذكرت استهدفت هذه النقاط بأكثر من 15 غارة. وقبل قليل أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن الجيش الإسرائيلي استهدف عدة مستودعات أسلحة ومقر قيادة استخبارات في حزب الله داخل الضاحية الجنوبية بتوجيه استخباري دقيق، بالتالي هو يعلن ما هي النقاط أو المنشآت التي تم قصفها بعد ظهر اليوم. ولكن هذه الغارات التي تحصل اليوم وتنقطع ليومين، يمكن القول أننا أمام جولات من الغارات على الضاحية الجنوبية، يعني كما يحصل تقريبا منذ أسبوع وحتى اليوم، نشهد هدوء ثم غارات ثم هدوء لعدة أيام لتعاود من بعدها الطائرات الحربية لتشن غارات على أهداف معينة كما يقول الجيش الإسرائيلي. في هذه الأثناء الهدوء الحذر هو الذي يخيم على الضاحية الجنوبية باستثناء طائرات الاستطلاع التي لا تفارق سماء المنطقة، وأيضا بالتوازي مع ذلك نشاهد الطائرات المدنية التي تغادر تقلع وتهبط في مطار رفيق الحريري تباعا، وهي لم تتوقف كما تعلم منذ بداية هذا التصعيد. هذا التطور الذي حصل في الضاحية الجنوبية كان سبقه اليوم صباحا تطور أمني اعتبره البعض أنه يعني مستغرب ويمكن أن نكون أمام مرحلة جديدة. هو الاستهداف الذي حصل في منطقة جوني، واستهدف سيارة مسيرة استهدفت سيارة لتعود وتستهدف ما
من كان بداخلها. التطور هو أن هذه المنطقة المستهدفة، السيارة التي استهدفت فيها المنطقة في جوني، أي خارج العاصمة وخارج الضاحية الجنوبية، وهذه المرة استهداف لسيارة وليس لشقة سكنية أو مبنى يتحصن بداخله، يعني كما يقول الجانب الإسرائيلي قادة من حزب الله، إنما نتحدث عن سيارة على الطريق أو على أوتوستراد دولي يربط منطقة الشمال بالعاصمة بيروت، وهو ما يثير القلق وأثار القلق لدى اللبنانيين، لسيما أهالي تلك المنطقة كما تعلم. هذا باختصار الأجواء، هذه الأجواء بالضاحية الجنوبية والعاصمة بيروت. طيب أسامة، إليك، نستطلع منك حال القطاع اليوم. نعم، الحال لا يختلف عن باقي الأيام الماضية مع تجديد ضربات الجيش الإسرائيلي على منطقة مخيم جباليا شمال قطاع غزة. هذه المنطقة التي ينفذ فيها الجيش الإسرائيلي عمليات عنيفة جدا على مدار أكثر من أسبوعين تقريبا حتى هذه اللحظة. منذ ساعات فجر هذا اليوم حتى هذه اللحظة سقط ما يقارب من 30 ضحية داخل مخيم جباليا فقط من خلال استهداف الدبابات الإسرائيلية للسكان المقيمين داخل منازلهم وللعائلات النازحة في مراكز الإيواء، وباتت هذه القذائف تلاحق السكان من مكان إلى مكان. الدبابات تقدمت من المنطقة الحدودية الشرقية لمخيم جباليا باتجاه قلب المخيم، وصلت إلى منطقة تل الزعتر، تقدمت باتجاه المستشفيات الرئيسية الموجودة في شمال قطاع غزة، مستشفى الأندونيسي، مستشفى كمال عدوان، مستشفى العودة، ثم تقدمت باتجاه منطقة دوار أبو شرخ وهو أحد أهم المفترقات الرئيسية داخل مخيم جباليا، ووضعت بعض الحواجز من أجل تفتيش السكان الذين يحاولوا النجاة بأنفسهم والهروب من قذائف المدفعية الإسرائيلية باتجاه منطقة غربية سواء كان في مدينة غزة، من خلال مسلك واحد ووحيد حدره الجيش الإسرائيلي بعد حصار المخيم بشكل كامل. بالإمكان القول على أن القذائف تلاحق كانت السكان عندما خرجوا وهربوا من منازلهم باتجاه مراكز الإيواء، لاحقتهم القذائف واستهدفت أيضا مراكز الإيواء الموجودة في هذه المنطقة. السكان هربوا من مراكز الإيواء باتجاه أيضا مشروع بيت لاهيا هربا من قذائف وحصار مخيم جباليا. ونهار هذا اليوم وزارة الصحة أعلنت أن المستشفيات في شمال قطاع غزة عاجزة تماما عن تقديم الخدمة العلاجية للمرضى والجرحى ومن يتم نقله من شوارع وأزقة مخيم جباليا. نتحدث عن مستشفيات فيها فقط عدد قليل جدا من الأطباء ما زالوا حتى هذه اللحظة داخل المستشفيات وسط وصول المئات من الإصابات على مدار اليوم والأيام الماضية إلى المستشفيات. والآن دبابات باتت تحاصر مستشفيات في شمال قطاع الدباب، الآن على بعد أمتار قليلة من مستشفى الأندونيسي في شمال قطاع غزة. طيب هبة، مرحبا بك، نستطلع منك كذلك آخر الأخبار التي جاءت بعد ما قيل بأنه استهداف لنتنياهو. نعم، هو تصريح نتنياهو قبل قليل، يعني بعد أكثر من 10 ساعات من هذه الحادثة، كان قد خرج بمقطع فيديو تحدث به للإسرائيليون بأنه بخير ووعدهم بالنصر كما يقول. الآن بعد 10 ساعات تحدث بشكل مباشر بعد الانتقادات التي واجهها بنيامين نتنياهو بأنه لم يتطرق بأي شيء عن الحادثة. تحدث بأن وكلاء إيران، أحد وكلاء إيران، قام بمحاولة اغتياله بشكل مباشر هو وزوجته، لذلك وعد وقام بإطلاق التهديد مجددا لإيران ووكلاء إيران بالمنطقة. هذا ما جاء على لسان بنيامين نتنياهو قبل قليل. أيضا تزامن هذه المسيرة مع رشقات صاروخية على جميع المناطق في الشمال وتحديدا في الجليل الغربي والجليل الأعلى، وأيضا في الجليل الأسفل سمعت صافرات الإنذار، وباتت أيضا يعني المسيرات تعتبر تحديا أمنيا، وليس فقط تحديا أمنيا إنما أيضا انتقاد من الرأي العام الإسرائيلي للدفاعات الجوية والمقاتلات الجوية بأنها لا تستطيع رصد هذه المسيرات التي تصل إلى أهدافها دون تحديدها ورصدها على اعتبار أنها تطير على علو منخفض. كان هناك عدة رشقات تزامنت مع إطلاق هذه المسيرات في محاولة لعملية إلهاء الاعتراضات الإسرائيلية. أكثر من 150 صاروخا استهدف مدينة حيفا وخليجها، بالإضافة أيضا
إلى مدينة عكا، ما أدى إلى مقتل إسرائيلي، بالإضافة أيضا إلى مقتل جندي إسرائيلي تم الإعلان عنه من قبل الجيش الإسرائيلي ضمن العمليات البرية التي يقوم بها الجيش. وكان قد أكد أيضا يوم أمس بوقوع أكثر من 53 إصابة بين صفوفه ببيان نتيجة العملية البرية ونتيجة أيضا الرشقات الصاروخية التي تستهدف أيضا المواقع الحدودية مثل إصبع الجليل والبلدات المحاذية جدا للقطاع الغربي أيضا من جنوب لبنان، وأيضا المطلة التي تستهدف بشكل دائم هذه المنطقة بشكل يومي. كان هناك أيضا استهداف لمنطقة الجولان برشقات صاروخية، ولكن الحدث الأبرز هو محاولة اغتيال بنيامين نتنياهو كما يقول. كانت قد تحدث جيران بنيامين نتنياهو لوسائل إعلام إسرائيلية عدة بأن قبل نصف ساعة من هذه الحادثة كان هناك شوشرة أمنية كما وصفوها، وكان خرج موكب بنيامين نتنياهو بشكل مفاجئ وبشكل سريع من منزله الذي كان يتواجد فيه، على الرغم من أن وسائل إعلام إسرائيلية كانت قد نقلت عن مكتب بنيامين نتنياهو بأنه لم يكن أصلا متواجدا بكساريا. حتى الآن يطالب الجمهور الإسرائيلي بتوضيحات أكثر، حتى الآن لا يوجد أي توضيح لهذه الحادثة من قبل المؤسسة الأمنية ومن قبل الجيش الإسرائيلي. شكرا جزيلا لكن من القدس الصحفية هبة مصالحة، من بيروت ريمي درباس، من رميش جنوب لبنان ناهد يوسف، وأشكرك منفصلا أسامة الكحلوت من دير البلح وسط قطاع غزة. قال الجيش الإسرائيلي إن طائرته الحربية قضت على المدعو ناصر عبد العزيز رشيد نائب قائد منطقة بنت جبيل في جماعة حزب الله، وهو الذي قاد عمليات ضد إسرائيل. أضاف الجيش أنه دمر أكثر من 120 من البنى التحتية والأنفاق التابعة لحزب الله وأكثر من 20 مستودعا للأسلحة، مضيفا أنه دمر كذلك مجمعا قتاليا في مدرسة بإحدى القرى اللبنانية كان يتمركز فيها حزب الله، أين عثر على مخزون حيث عثر على مخزون من الأسلحة والمعدات القتالية. قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن الجيش دمر أيضا مستودعات تحتوي على عشرات الأسلحة في مخبأ داخل منطقة وعرة، مضيفا أن الفرقة 36 دمرت العديد من الوسائل القتالية التابعة لحزب الله في جنوب لبنان، بما في ذلك منصة متعددة القذائف الصاروخية ومنصة إطلاق صواريخ كورنيت. كما ذكر أن قوات الفرقة 98 دمرت مستودعات أسلحة في جنوب لبنان بما في ذلك صواريخ مضادة للدبابات. أحد الأيتورين أزرخي كيفيخول نمצאו פריטי אמל"ח רבים. אפשר לראות פה פצמרי 60, מרגמה 60, מכח, תחמושת רבה, מטעני צינור, RPG, מטעני חבלה מוכנים. יש פה כמות אמל"ח של סדר גודל של מחלקה, RPG 27, הכל מוכן. יש פה קסדות, ציוד לחורף, הכל מוכן למימוש תוכנית ההתקפה של האויב. عرض الجيش الإسرائيلي مقطع فيديو قال إنه لتدمير قواته نفقا مركزيا لقوة الرضوان التابعة لحزب الله جنوب لبنان. من بيروت ينضم إلينا الكاتب السياسي رضوان عقيل. مرحبا بك أستاذ رضوان. ماذا بعد فيما يخص لبنان؟ من هو الطرف القادر على حماية اللبنانيين والوصول إلى وقف إطلاق نار تام؟
قبل الرد على هذا السؤال، من يحمي اللبنانيين؟ أولا أن الشعب اللبناني يحمي نفسه من خلال حالة التضامن التي نشدها. صحيح هناك انقسامات داخل هذا الشارع حول مشاركة حزب الله، من يؤيده ومن يعارضه، لكن التهديد الإسرائيلي والاجتياح الذي ينفذه، على الأقل هذا الاجتياح الجوي والتدميري، يستهدف كل لبنان. هو لا يستهدف حزب الله فقط، إنما يستهدف كل المناطق اللبنانية. وما فعله اليوم في جوني في عمق جبل لبنان هو دليل على أن أي منطقة غير محيدة داخل الخريطة اللبنانية. بالنسبة إلى الفيديوهات التي عرضتموها على شاشتكم زميلي الكريم، يقول الإسرائيلي من باب الدعاية أنه يستهدف تجمعات عسكرية ونقاط عسكرية لحزب الله. بالتأكيد هو يستهدف هذه النقاط ويعمل على تدميرها، لكنه يستهدف الجزء الأكبر، هو تدمير الحياة المدنية داخل الشارع اللبناني وتدمير المدن والمؤسسات الصناعية، بدليل ما أقدم عليه في الصورة الفيديو الأخير في بلدة محيبيب في قضاء مرجعيون، عندما يدمر أحياء سكنية ليس من الضرورة أن تتواجد فيها مجموعات لحزب الله ولا أماكن عسكرية، إنما يهدف إلى ذلك بغية خلق أرض محروقة، لأن هدفه الأساسي هو الاستيلاء أو على أراضي لبنانية بطول 3 أو 5 كيلومترات. في حال تمكن من ذلك وتحقيق هذا الأمر، يمكنه فرض ضغوط على حزب الله وعلى الحكومة اللبنانية. هو تنصل من القرار 1701، أي بمعنى يريد أن يحقق أشياء على الأرض ملموسة بغية فرض ضغوط على لبنان قبل زيارة أوكشتاين أو أي موفد غربي إلى الدولة اللبنانية وإلى تل أبيب. طيب، نقطتان اثنتان أستاذ رضوان تحدثت بهما في معرض إجابتك الأولى. مسألة أن الشعب اللبناني يحمي بعضه البعض، هذا شيء جيد وهذا شيء جميل. والنقطة الثانية استهداف الألبنة المدنية، عندما يتحدث الإسرائيليون بأنهم يستهدفون هذا المكان، أنت تقول بأن ما يستهدفونه هو بنى مدنية والمدنيون كذلك يذهبون الضحية. من أوصل المدنيين إلى أن يختبئ بينهم عسكريون مثلا، سواء من حزب الله أو أي طرف آخر كي يستهدفوا؟ هذا ليس تبريرا لإسرائيل. المسألة الثانية مسألة أخذ رأي الشعب اللبناني في مسألة الحرب والسلم. أولا هذا زميلي الكريم، هذا موضوع النقاش، موضوع الحرب والسلم وسلاح حزب الله، هو مادة نقاشية مفتوحة في الحياة السياسية اللبنانية قبل عملية طوفان الأقصى، ويعود هذا الأمر منذ 2006 إلى اليوم. هذه مسألة لبنانية داخلية، كيف سيكون سلاح حزب الله الحفاظ على هذه المقاومة تحت أمرة الجيش اللبناني. أنا لا أتهرب من هذا السؤال، أن هناك انقسام حول هذا الأمر، لكن في لحظة هذا العدوان الإسرائيلي الذي يستهدف كل لبنان والتجمعات المدنية من دون التمييز بين طائفة وأخرى، يجب على اللبنانيين أن يتلاقوا. هناك حالة شعبية من خلال احتضان أكثر من 1,000,000 نازح من الضاحية الجنوبية وبيروت، والضاحية الجنوبية لبيروت والبقاع والجنوب، هذا أمر جيد. لكن الإسرائيلي لا يهدف فقط إلى تدمير قدرات حزب الله، ما يهدفه هو خلق قلائل داخل الشارع اللبناني وخلق مشكلات بين اللبنانيين، بل هو يفضل أن تتوجه الأمور إلى حرب أهلية بين اللبنانيين. لكن على كل القيادات العاقلة سواء كانت مع حزب الله أو خارج حزب الله أن تستدرك هذا الأمر. إسرائيل لا تحتاج إلى أي حجة كيف تضرب لبنان وكيف تضرب. طيب، أي إذا كانت إسرائيل لا تحتاج إلى أي حجة يا أستاذ رضوان، ولا يمكن لأحد أن يكون في صف إسرائيل أو يدافع عن إسرائيل أو ما تقوم به إسرائيل سواء في جنوب لبنان أو حتى في قطاع غزة، لماذا حزب الله أعطاه ذريعة بأن يدخل هذا الدخول؟ يعني كيف يمكن أن تستفز دبا جريحا مثلا وتقول له لا ارجع إلى الوراء؟ هذا الدب هذا الدب الجريح الذي الذي تحدث عنه زميلي، كان يتحضر منذ سنوات، في طوال العقدين الأخيرين كان يتحضر لضرب لبنان. هذا الدب لا يستهدف حزب الله، هو يستهدف الجيش اللبناني وأي نقطة قوة داخل البيئة اللبنانية. يعني هناك دعاية ما علاقة الجيش اللبناني أستاذ رضوان؟ يقول أن حزب الله منذ تأسيس حزب الله، أولا منذ تأسيس حزب الله ومسألة الاستهدافات والغارات الإسرائيلية والاعتداء على سيادة لبنان، لم يكن الجيش طرفا في هذا الموضوع. هذا أولا. ثانيا، لماذا لا يسمح للجيش بأن يتحرك بهامش حرية جيد في الجنوب ويأخذ زمام المبادرة؟ أولا
كأنك تقول أن حزب الله يمنع حزب الله يمنع الجيش اللبناني. هذا الجيش موجود على كل الحدود الجنوبية. هذا الأمر محل ترحيب عند حزب الله والطائفة الشيعية وكل المكونات اللبنانية. إذا كنا فعلا نريد بناء جيش حقيقي، هذا الجيش تنقصه التسليح، تنقصه العتاد، علما أن الإرادة الوطنية ومقاومة إسرائيل، وإسرائيل هي العدو، موجودة عند قيادته وعند ضباطه وعند جنوده. وحزب الله لا يعترض على هذا الأمر. وفي حال تم تطبيق القرار 1701 سيكون للجيش دور كبير بالتعاون مع اليونيفيل. لكن الإسرائيلي هذه المرة بعد الانتصارات التي حققها بين هلالين في غزة وفي جنوب لبنان واستهدافه كل هذه المساحة التدميرية، لماذا لا يطبق القرار 1701 أستاذ رضوان؟ كلمة واحدة من الحكومة والدولة اللبنانية، كلمة واحدة. الجانب الإسرائيلي لم يطبق. أنا أعرف أن الجانب الإسرائيلي لم يلتزم بالقرار، ولكن كلمة من الدولة اللبنانية، من الحكومة اللبنانية، قد تحرج العالم وتحرج الأمم المتحدة. رئيس الحكومة ورئيس نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبي بري قالا بصريح العبارة للإدارة الأمريكية وللفرنسيين: نحن على كامل الاستعداد لتطبيق 1701. لكن بعد كل ما حصل نتنياهو يرفض هذا القرار بدليل ما قام به بإبعاد قوات اليونيفيل عن الحدود. هو يريد أن لا يكون هناك أي شاهد لجرائمه ولأعمال قتله. عندما يقوم نتنياهو والجيش الإسرائيلي بإبعاد اليونيفيل، هذا يعني أنهم وضعوا مسمار في نعش هذا القرار 1701. المشكلة ليست عندنا، المشكلة عند الإسرائيلي. هذا الإسرائيلي سيتنصل من كل القرارات الدولية ويستهدف هذا القرار ويخترق وخرقه عشرات آلاف المرات منذ 2006 إلى اليوم باعتراف تقارير الأمم المتحدة وقوات اليونيفيل في جنوب لبنان. لكن لبنان هذا ما تتحدث به الأمم المتحدة، ولا يمكن أن يخالفك فيه أحد يا أستاذ رضوان. باعتبارك قلت لي بأن الإسرائيليين يتحضرون وما جرى الآن هو عملية استباقية، أليس من المفروض أن يكون من يقوم بهذه العملية الاستباقية هو الفائز، هو الرابح في هذه الحرب الآن؟ الواقع غير ذلك يا أستاذ رضوان. نحو مليون شاب وعائلة ومسنة خارج حدود قراهم، كيف يمكن التعامل مع هكذا رقم؟ هل المطلوب من الشعب اللبناني ومن الحكومة اللبنانية أن ترفع الرياط البيض في وجه الإسرائيلي حتى لو تهجر مليون؟ أنا لا أقلل من تهجير مليون نازح من أراضيهم ومن بيوتهم. إسرائيل تعمل على نزع ذكرياتهم وقتل الحياة اليومية في هذه المنطقة. لكن بالفعل كما ذكرت زميلي، نحن أمام دب حقيقي لا يعرف الرحمة، هو يقتل كل لبناني. أما وكأنك تقول أن الحزب يتحمل هذه المسؤولية، أنا لا أقول أن ليس من المطلوب من الحزب أن يقوم بمراجعة لسياساته ولاستراتيجيته العسكرية. لكن هل الإسرائيلي يقبل لو قام؟ كيف يمكن الانتصار على إسرائيل يا أستاذ رضوان؟ بالدعوات مثلا، بتقبيل القرآن؟ يعني ألم يكن الحري بمن يقودون هذه الحرب أن يدرسوا الاستراتيجية العسكرية ويؤجلوها في يوم من الأيام؟ هلا اولا تقبيل القران والانجيل هذا امر مطلوب، ما في مشكل زميلي الكريم. اذا عندك قران قبله الان على الهواء، ولكن لا يعني ذلك بان ناخذ المشاهدين والمخرج الى الحرب. ما عندي شك. لا بس كمان هذا الإسرائيلي كان يتحضر لهذا الأمر، لا يريد البقاء على أي عنصر قوة وأي ترسانة قوة عند المقاومة وعند الشعب اللبناني. لأن ما يريده نتنياهو من لبنان هو ضرب. ما الذي يضمن زميلي الكريم، وأنت لا تريد هذا الأمر، في حال إذا نجح نتنياهو في مخططه، ما الذي يضمن من إقدامه على طرد أهلنا في فلسطين المحتلة في الضفة الغربية إلى الأراضي اللبنانية وإلى الأراضي الأردنية؟ هو يحاول هذا الفعل تحقيقه في غزة من طرد الغزاويين إلى مصر. أنا لا أقول على حزب الله وعلى فريق. تعرف أستاذ رضوان منذ متى يفكر نتنياهو بما تتحدث به أنت الآن؟ نتنياهو يفكر منذ نحو 20 سنة، منذ نحو 20 سنة يفكر بالذي تتحدث به أنت، ولكن لم يستطع فعل شيء. لا السلطة الفلسطينية سمحت له، ولا مصر سمحت له، ولا الدول العربية سمحت له. لماذا يعطى المبرر كي يعيث فسادا بأهلنا في الجنوب وفي غزة؟
نحن في لبنان في حالة دفاع ولسنا في حالة هجوم، ويتم توجيه هذا السؤال إلى كل هذا العالم وإلى كل هذا المجتمع الغربي الذي يدفع بكل هذه الجسور الجوية لدعم إسرائيل. هو اليوم نتنياهو يستغل حالة الانتخابات الأمريكية، وضع الحزب الديمقراطي. متى تتدخل إيران أستاذ رضوان؟ كل هذه أستاذ رضوان، لا. إذا كانت إيران أستاذ رضوان، نكون مباشرين وواضحين، إذا كانت إيران حزينة لمقتل السيد حسن نصر الله وكل قادة المقاومة والمحور، متى هي اللحظة التي تتدخل بها وهي تقول لدي من السلاح ما يكفي لأن أحرر القدس الآن؟ لست في موقع الدفاع أو الرد عن السياسة الإيرانية. ألم تسأل نفسك هذا السؤال؟ لا أسأل نفسي، لكن أنا ما يهمني كمواطن لبناني أن لا أتفرج، أن لا أقف مكتوف الأيدي وأنا أتفرج على هذه الاعتداءات الإسرائيلية. أنا ما يهمني أن يكون جنوب لبنان سالما وأمينا من أي غدر إسرائيلي، لأن هذا الإسرائيلي منذ خروجه من لبنان بإذلال في 25 أيار عام 2000 هو لم يترك هذه الأرض، هو يحاول أن يؤدب كل اللبنانيين على جراء ما فعلوه ضده. لبنان يقاوم، لبنان يدافع، نحن لسنا في مرحلة الهجوم، علما أن هي دولة تحتل أرض فلسطين. تذكر يا أستاذ رضوان بأن الجميع صفق عندما حررت أرض الجنوب 8 أكتوبر، ألم ترجع الإسرائيلي إلى هذه الأرض، إلى الزيتون وإلى الأرض التي يعشقها أهلها؟ على كل نحن تتحدث زميلي وكأن المعركة انتهت وكأن لبنان والمقاومة لا إذا المعركة ما انتهت لا واستسلموا. لا إذا المعركة ما انتهت، أنا أفكر المعركة انتهت والله. المعركة لم تنتهي، علينا أن نعول على هذه المجموعات من المقاومة التي تمنع العدو الإسرائيلي من احتلال مساحات من جنوب لبنان. أنا لا أقول نحن في حالة وردية، أنا لا أقول مجتمعنا متماسك 100%، لكن أمام هذا التنين الإسرائيلي الذي لا يفهم إلا بلغة الرصاصة، لا يفهم بكل القرارات الدولية ولا بالقرارات الأممية، عندما نسمع نتنياهو ويطالب بإبعاد اليونيفيل، ماذا يعني هذا الأمر؟ عندما يقوم بتأنيب الرئيس الفرنسي ماكرون، عندما يقوم بمعارضة سياسة الولايات المتحدة الأمريكية، علما أن أمريكا تقدم له كل هذا الدعم، لماذا هذا العالم يسكت ويقول أنتم في لبنان أخطأتم؟ ما هي الجريمة التي ارتكبها جزء من الشعب اللبناني ومن قوى سياسية وقفت إلى جانب أهلنا في فلسطين؟ هل انتهى؟ هل انتصر نتنياهو؟ ربما يربح فيها جولة في هذه النقاط، لكنه في نهاية المطاف ستبقى دولة إسرائيل بين الهلالين دولة قلقة، بدليل ما عاشه أمس في منزله في جيثاريا، هو لم يعد آمنا منزل رئيس وزراء إسرائيل. ماذا يعني هذا الكلام؟ هل إنه إذا بهالطريقة يقضي على حماس أو يقضي على حزب الله أو يؤدب لبنان أن إسرائيل ستصبح هانئة وتعيش بأمن وباستقرار؟ هذه السياسات الإسرائيلية تمهد لخلق أجيال جديدة من المقاومة وقتال هذا العدو. طيب أنا لا يهمني ينام نتنياهو آمنا أو لا، أنا يهمني تنام النساء في جنوب لبنان آمنات والأطفال وكذلك في غزة يا أستاذ رضوان عقيل. شكرا جزيلا لك من بيروت الكاتب السياسي رضوان عقيل. شكرا. انتهى اللقاء. شكرا جزيلا لك. لا خوف على نساء لبنان ونساء فلسطين، لا خوف عليهن. طيب إن شاء الله. شكرا جزيلا لك أستاذ رضوان عقيل. من بيروت ينضم إلينا الكاتب الصحفي توني بولس، مرحبا بك أستاذ توني. اللبنانيون يحمون بعضهم البعض، شيء جيد، تضامن، تكافل، يعني ماذا بعد؟ الحرب لم تنتهي، حتى الأستاذ رضوان يقول لي يعني لا يمكن الحكم على المعركة الآن، عندما نسأل عن النساء والأطفال ومن هجروا يقول الحرب لم تنتهي بعد. مساء الخير. يعني في الواقع استمعت لجزء كبير من مقابلة أستاذ رضوان عقيل، وفي الواقع يعني لا يسعني إلا أن يعني ما يسجل اعتراضات كبيرة على كثير من النقاط التي تم التطرق إليها. مثلا إحداها عندما تحدث عن أن إسرائيل تسرق القرار 1701 وأنها تستعد منذ سنوات وإلى آخره. طب لننظر من الناحية اللبنانية،
حزب الله لم يكن ينحفر الأنفاق ويخزن الأسلحة ويتجهز بشكل كبير ضمن منطقة اليونيفيل وجوار قواعد اليونيفيل في الجنوب، وليس هذا اختراق فاضح للقرار 1701. يعني عمليا من اخترق القرار 1701 ولم يقبل بتنفيذه هو حزب الله بشكل رئيسي، ومن بادر إلى هذه المعركة وفتح المعركة في 8 أكتوبر الماضي هو حزب الله، وأيضا من استمر وربط ساحة لبنان بساحة غزة وبوحدة الساحات الإيرانية هو حزب الله. يعني كذلك أود أن أسجل اعتراض أن طيب أخطأ حزب الله يا أستاذ طوني، أخطأ حزب الله، أليس من واجبكم الوقوف معه الآن في هذا الظرف الاستثنائي وبعدها تتحاسبون؟ يعني قبل الحرب كان حزب الله عندما نتكلم ضد سلاحه وننتقده على مساره السياسي يقول أنتم أصحاب فتنة وتريدون إيجاد فتنة في لبنان، وأثناء الحرب عندما نتحدث عن أخطائه يقول لنا أننا متآمرون وخونة وعملاء، وبعد الحرب يقول أنا انتصرت وأريد أن أثبت انتصاري وسأريد أن أمسك زمام الأمور وأنتم يعني تحصلون على هامش السلطة وليس لديكم دور في لبنان. متى نتحدث عن حزب الله؟ هل يجب أن نكون دائما متضامنين مع حزب الله؟ وعندما يريد حزب الله وحدة وطنية، هي الوحدة الوطنية هي غبة طلب فقط لحماية حزب الله أم هي شراكة حقيقية ضمن إطار المؤسسات والقانون ويعني وشرعية الدولة اللبنانية؟ طيب. لا أبدا. طيب. لا يمكن أن نتضامن مع حزب الله. كذلك يقول الأستاذ رضوان عقيل الذين يريدون الانتقال إلى مكان آمن، نتضامن مع كل طيب. إنسان، مع كل امرأة ورجل وطفل، ولكن لا نتضامن مع طيب. حزب الله. إذا أخذنا الأستاذ رضوان عقيل يتحدث قبل قليل يا أستاذ طوني يقول بأن القرار 1701 أصلا الجانب الإسرائيلي لم يلتزم به ولم يتحرك خطوة باتجاهه، كيف يمكن أن يطالب وتطالب الدولة اللبنانية ويطالب حزب الله بتطبيق هذا القانون؟ يعني اولا استاذ رضوان عقيل على ما اظن لم يقرا بنود القرار الدولي 1701، لان بنود القرار الدولي 1701 تتعلق في لبنان. الجانب الاسرائيلي مرتبط بنقطه واحده ان يتوقف عن الانتهاكات الجويه لاجواء لبنان، وهو ينتهك الاجواء اللبنانيه تحت ذريعه وجود حزب الله. في الواقع في تفاصيل هذا القرار ان على حزب الله ان ينسحب الى شمال الليطاني. في متن هذا القرار، قرار 1559 الذي ينص على تسليم جميع الميليشيات سلاحها إلى الدولة اللبنانية ومن ضمنها حزب الله، وفي متن هذا القرار ترسيم الحدود بين لبنان وسوريا وسحب زريعة مزارع شبعة، وبالتالي لبنان لم يطبق شيئا من هذه البنود. صحيح أن هذا القرار دائما كان يتداول على بيانات كل الحكومات المتعاقبة منذ العام 2006 حتى اليوم، ولكن لم تقم الحكومة اللبنانية بأي فعل سوى تبني هذا القرار، والتبني القرار والتأكيد على احترامه هو لا يبني شيئا، إنما البنود وتطبيقها هو من يبني ويثبت تطبيقه من الجانب اللبناني. فلذلك قبل أن نطالب إسرائيل بتطبيق القرار علينا أن نطابق البنود التي 99% منها تتعلق في لبنان ولا تتعلق في إسرائيل، فكيف يعني نلقي اللون يعني ونزر الرماد في العيون فقط لنجاح التبريرات لكي لا نطبق القرار؟ في الواقع إذا ننتقل الآن ساطوني اسمح لي إلى كلمة هاجاري المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي. موجه لفاكرة الجبهة الداخلية الإسرائيلية. كما تصرف حزب الله واعتاد أن يتصرف منذ بداية الحرب يضربها إلى الجبهة الداخلية. في الساعات الأخيرة هاجمنا 5 مهداف في الضاحية في بيروت، فيها كان مخازن يستخدمها حزب الله وموجه إلى الداخل الإسرائيلي. هذه المخازن أخفيت في أماكن مدنية كما يفعل حزب الله. أصدرنا تحذير مسبق للمواطنين قبل الهجوم وبعد ذلك هاجمنا. نحن لن نتوقف، نحن في حرب في أكثر وكل الأماكن التي يستخدمها حزب الله. هذا الصباح تسللت 3 مسيرات غير مأهولة، 2 منها تم اعتراضها والثالث انفجر في كيسارية في محاولة المس برئيس الوزراء. رئيس الوزراء وعائلته كانوا لم يكن موجودين ولا أصيبوا. الحدث قيد التحقيق. نحن نقاتل حزب الله بإصرار وحزم والنتائج تتحدث عن نفسها. بعد هذا الحدث
والمس بمواطنين إسرائيليين. ستتصاعد المواجهة. خلال اليوم نفذت عشرات الإطلاق صواريخ على مستوطناتنا، جزء كبير منها تم اعتراضه أو في مناطق مفتوحة، مواطن تم قتله وآخرين جرحوا، ونحن نشترك في عزاء العائلات ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى. الدفاع ليس كامل، وأنا يجب أن أدعوكم للعمل وفق تعليمات الجبهة الداخلية لتنقذ حياتكم في غزة. قواتنا تواصل العمل في الشمال وجنوب قطاع غزة، في جباليا القوات تغتال المخربين وتدمر البنية التحتية، وعملنا المتواصل تم إخراج وإخلاء آلاف الغزيين. اليوم قتل مقاتلين خلال القتال في غزة، الضابط بخير بركوفيتش والآخر الذي قتل في مضاد للدروع لدبابتهم. الليلة سنكشف مواد من الملاحقة التي قام بها الشباك والجيش خلف السنوار خلال السنة الأخيرة منذ الساعات الأولى في 7 أكتوبر وحتى اغتياله يوم الأربعاء الماضي. خلال هذه المطاردة والملاحقة تعقبنا خطواته من الساعات الأولى قبل العملية وتنفيذها، وخلال أشهر كان هناك توثيق يظهر فيه السنوار في الليل في 6 أكتوبر، وأيضا في الليلة التي سبقت سنوار كان مشغول ببقائه الشخصي هو وعائلته وبناء مسار هرب. الليلة سنكشف الصور التي ظهر فيها السنوار في الفيديو. هنا ترون السنوار وعائلته يهربون إلى منطقة تحت أرضية تحت بيتهم في ليلة 6 أكتوبر، ساعات قليلة قبل 7 أكتوبر. وفي التوثيق هنا يظهر سنوار وزوجته وأبنائه وهم يهربون في نفق تحت الأرض. هم كانوا لوحدهم من أجل الحماية، وعلى مدى ساعات كان لديهم طعام وماء ومخدات وشاشة بلازما وفرشات وأيضا أدوات للبقاء لفترة طويلة من أجل بقائه. قبل ساعات من المذبحة السنوار فكر فقط بنفسه وبعائلته وأرسل مخربين إلى الهجوم ضد أطفال ونساء ورجال إسرائيليين، وهم لا زالوا الآن خطف إسرائيليين لا زالوا حتى الآن محتجزين في غزة. هذه الأفلام أيضا الشباك والجيش كانت بهدف ملاحقة السنوار وتقليص المسافة، لاحقناه ودفعناه ليتصرف كمطلوب ومطارد. وكنا طبعا كان هناك تحت تصرفه محصن تحت أرضي. وخلال شهر فبراير الجيش والشباك دخلوا إلى خان يونس، وهناك وجدنا هذا النفق الذي ترونه تحت الأرض، اختفى تحت الأرض تحت المدنيين، وهناك وجدنا المكان مجهز لفترة طويلة للبقاء لفترة طويلة، مطبخ مع طعام مع خزنات أموال ووثائق استخباراتية ولعدة مرات قواتنا كانت قريبة منه جدا وطوقت الأماكن التي تواجد فيه قبل فترات قصيرة من هربه. قوات الجيش والشباك في خان يونس دفع السنوار إلى الهرب من النفق إلى سيحتل السلطان. السلطان بقي في النفق تحت الأرض الذي رأيتموه في الصورة، وهناك كان كل ما يريده: تلفزيون، أكل، فرشات وأدوات اتصال وسيطرة. وكيف عرفنا أنه كان هناك؟ وجدنا DNA الخاص به. نحن فحصنا كل معلومة ممكنة من أجل الحصول عليه والوصول إليه، وأيضا وجدنا هنا على بعد مئات الأمتار من النفق الذي كتل فيه الجنود الأسر المختطفين الستة، ويذكر أسماءهم طبعا ويترحم عليهم. وفق الاستخبارات التي بيدينا سنوار تخبى لفترة طويلة ولفترة طويلة تحت الأرض في المنطقة بين خان
يونس ورفح، وخرج فقط من أجل التنزه وحوله مقاتلين ومعهم سلاح وأموال. مقاتلي الجيش والشباك واصلوا العمل على طول فترة الحرب فوق الأرض وتحت الأرض في خان يونس ورفح من أجل الوصول إلى سنوار والقبض عليه. ويوم الأربعاء الماضي قوة الجيش في مدرسة حير عملت في حي تل السلطان ميزت 3 مخربين، كانوا 2 هاجموا وردوا عليهم الجيش واشتبكوا معهم وهرب طبعا السنوار واختبأ هو ومجموعته في مبنيين، والقوات أطلقت باتجاه المبنى الذي اختبأ فيه السنوار. وكما ترون في الفيديو القوات تعمل بشكل منهجي ومهني، ميزوه وأطلقوا قذيفة وأصابوه. هذه عمليا المرة الأولى التي يكون فيها يحيى السنوار على مدى سنة كاملة تحت الأرض وقابل قوات الجيش في غزة، وهذه اللحظة اللي اغتيل فيها الديمومة والإصرار والمهنية وعلى طول الوقت والصدامية والاشتباك في الجيش وفي قوات الجبهة الشمالية والشباك. أغلقوا الدائرة مع من كان مسؤولا عن 7 أكتوبر. ما أحضرناه اليوم هو مرة أخرى يثبت أن قادة تنظيم الإرهاب حماس لا يهمهم من الثمن الذي يدفعه المواطنين في غزة، هم يستخدمونهم كدرع بشري ويشتغلون ببقائهم الشخصي فقط. وكما رأينا على طول الوقت سنوار اهتم أولا بنفسه وبقائه الشخصي، وكان لديه أموال كثيرة على طول الوقت. بعد اغتياله هناك من يحاول أن يعيد له الاعتبار. سنوار عاش وتصرف كمرهابي مطلوب وأنهى حياته بهذه الطريقة. وطوال السنة الماضية سنوار اختبأ وهرب وكانت المعارك تدور بجانبه وفوق رأسه، وكان قادة الجيش يقاتلون في ذات الوقت ومخربي حماس كانوا يخاطرون بأنفسهم وقادتهم يبذلون كل جهد لأجل الهرب. لم نرى خطف مخطوفين مع السنوار. القوات تعمل بحذر مطلوب والحذر المطلوب من أجل الوصول إليهم. في اليوم الأخير انتشرت إشاعات كثيرة حول إنقاذ أسرى. أنا أدعوكم لا تتعاونوا مع هذه الإشاعات، وتحديدا في موضوع المخطوفين لا تنشروا الإشاعات. عائلات المخطوفين تعيش ظروف صعبة. الأسئلة. كم وقت لديكم هذه التوثيقات من عن السنوار والمسيرات وتسببت بمقتل أشخاص هذه المسيرات؟ يحيى السنوار بين خان يونس لرفيح، حركته كانت بين خان يونس ورفح، وكل الوقت كانت تقديراتنا أنه موجود في هذه المناطق، وقلنا أكثر من مرة موجود في غزة، هو كان في المنطقة بين خان يونس ورفح، وتوثيق مع العائلة وهربوا في النفق، كان قبل ذلك، وتحقبنا وحكينا الحركة التي قام بها، ولن نكشف طبعا الاستخبارات التي بيدينا. وقضية تل السلطان تثبت أنه يظهر على الإصرار وكم الجهد الذي بذلناه، وهذا سيتواصل دون علاقة بيحيى السنوار. عملية مطاردة المطلوبين، المسيرات تحدي نحاول أن نواجهه. إذن مشاهدينا، هذا كان حديث الناطق باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاكاري. أعود إلى ضيوفنا الأستاذ توني بولس، مرحبا بك مجددا. كنا نتحدث عن الداخل اللبناني، الآن مسألة كذلك استهداف
منزل بنيامين نتنياهو هذا يعتبر خرق من خلال متابعتك؟ من الناحية العسكرية لن أمر فيها معك، ولكن من الناحية السياسية من الممكن أن يكون لها تداعيات كذلك؟ يعني بكل تأكيد، وخاصة أنها أتت في اليوم الثاني الذي أعلن به حزب الله أنه سيرفع من وتيرة استهدافاته وسيستخدم أسلوب جديد في القتال ضد إسرائيل. والجميع بات يعلم أن من يدير حقيقة الأمور العسكرية في لبنان ومن يدير أصلا حزب الله هم ضباط إيرانيون من الحرس الثوري الإيراني آتوا إلى لبنان وهم يتخذون القرارات، وبالتالي اتخاذ قرار استهداف منزل نتنياهو أتى من قبل ضباط في الحرس الثوري الإيراني عبر حزب الله في لبنان. وهذا يرتب بكل تأكيد مسؤولية حزب الله من ناحية إسرائيل، ويتوقع أن يكون هناك رد انتقامي على هذا الموضوع. ولكن يبدو أن إسرائيل، وحسب ما ظهر من خلال تحميل إيران مسؤولية هذا محاولة الاغتيال، أن إسرائيل تريد أن تزيد أو تضيف على أهدافها، وتريد أن تستغل هذه الحادثة لتوسع ردها على إيران. فرأينا في الفترة الماضية كيف دخلت الولايات المتحدة الأمريكية في محاولة لضبط الرد الإيراني، وفي محاولة أو الرد الإسرائيلي على إيران، وفي محاولة تجنيب المفاعلات النووية وبعض الأهداف الاستراتيجية كالبرنامج الباليستي وغيره أن لا يشملهم الرد الإيراني الإسرائيلي. أما اليوم قد يكون هذا السبب ذريعة لنتنياهو ليتفلت من تلك الضوابط، وبالتالي يذهب باتجاه رد واسع النطاق ورد قاسي على إيران. طيب، الحراك الداخلي اللبناني إلى أي حد يمكن التعويل عليه أستاذ طوني؟ يعني لابد أن تكون هناك نقطة فاصلة الآن، لابد أن تكون هناك شخصية تحمل لبنان على كتفها. من هي هذه الشخصية؟ من رحم من ستولد؟ يعني في الواقع هناك حراك لبناني دائم. يعني لنعود إلى الوراء قبل أن تتراجع قوة حزب الله ونفوذه، وفي ظل عنجهية وقوة حزب الله كان هناك حالة رفض بالشارع وسياسية كبيرة لما يقوم به، وكان هناك يعني أقله من الناحية الشعبية نوع من التوازن في القوى. بعيدا عن السياسة كان حزب الله يطبق على المؤسسات والدستور وجميع المؤسسات الدولة، ولكن في المقابل لو لم يكن هناك دينامية في الشارع وفي السياسة لكان أنهى كل شيء حزب الله. في الواقع هذه الدينامية الموجودة اليوم بات بإمكانه وبات أكثر قادر على التحرك، ولا سيما في داخل السلطة وفي داخل المؤسسات. وما رأيناه من محاولة لرئيس ميقاتي أمس من التمايز بالموقف والرد للمرة الأولى في تاريخ العلاقات بين لبنان وإيران، وأن يطلب استدعاء وزير السفير أو القائم بالأعمال في لبنان، هذا يعني دليل ولو كان لفظيا ولو كان شكليا ولكنه له رمزية معينة أن هناك ما بدأت الأمور تتحول بشكل مغاير كما كان سابقا. فاليوم هو ليس تعويل على شخص بعينه، إنما تعويل على الرأي العام وتعويل على المرحلة المقبلة. هذه المرحلة المقبلة لا يمكن بكل تأكيد أن تقودها الطبقة السياسية الحالية، لأن هذه الطبقة السياسية هي جزء من التركيبة الماضية التي كانت منسجمة مع حزب الله والتي استفادت من تفكك الدولة. لذلك المبعوث الأمريكي الجيش. طيب، قائد الجيش، المبعوث الأمريكي كذلك أستاذ طوني، مسألة الزيارات إلى الداخل اللبناني والجهود الفرنسية، هاتان الدولتان كبيرتان ولا شك بأن لكليهما علاقات، الأولى مع إسرائيل تدعمها والثانية ترى في لبنان بأنها منطقة تهمها. في الواقع فرنسا دائما تحاول أن تتفرد في القرار فيما يتعلق بلبنان، وكما تفضلت هي تحاول أن تلعب دوره كأنها المشرف العام على لبنان، ورأيناها كيف دعمت مرشح حزب الله سليمان فرنجي في المرحلة الماضية. بكل تأكيد هذا أمر يعني يلاقي اعتراض كبير من اللبنانيين، لأن الجهة الوحيدة التي يضع ثقته فيها الشعب اللبناني والمؤسسات اللبنانية هي الخماسية الدولية التي سويا تضع بعض الأفكار وتحاول أن تدفع باتجاه حلول في لبنان، سواء في الملف الرئاسي وسواء في موضوع ما كل ما يتعلق بالأزمة بين الحالية. فلذلك التفرد الفرنسي أو غيره لن ينتج شيء، إنما العودة إلى الخماسية هو ما يساهم في. نعم، شكرا جزيلا لك من بيروت الكاتب الصحفي طوني بولس. أوقف جهاز أمن الدولة في لبنان الناشطة السورية عليا منصور بعد إشارة صادرة عن قاضي التحقيق كلود غانم بشبهة التعامل مع إسرائيل قبل أن يتم إخلاء سبيلها في وقت لاحق.
وفي المعلومات أن حسابا مزورا يحمل اسم وصورة منصور قد علق على صفحة إعلامي إسرائيلي ما استدعى تحرك القضاء. هذا واستنكر صحفيون وناشطون خطوة توقيف منصور متهمين عناصر الجهاز الأمني بمداهمة منزلها وتوقيفها بطريقة وصفوها بالبوليسية. تجدر الإشارة إلى أن علي منصور وناشطين لبنانيين آخرين كانوا تعرضوا لحملة تهديد وتخوين مما يسمى بالجيش الإلكتروني لحزب الله. من بيروت تنضم إلينا الصحفية عليا منصور. أستاذة عليا مرحبا بك، جاسوسة أم كاتبة صحفية أنت؟ المضحك المبكي، لا أنا كاتبة صحفية سورية لبنانية أحمل الجنسيتين وعندي حقوق بالبلدين المفترض. طيب الآن أستطيع أن أقول لك الحمد لله على السلامة، كنت أنتظر الإجابة كي أتأكد وبعدها أقول لك الحمد لله على السلامة. ما الذي حدث أستاذ علي؟ مبدئيا اللي حدث شوي غريب وساذج. أولت مبارح حساب وهمي يضع صورتي وليس اسمي، فقط يستعمل صورتي، بيعمل بيكتب شيء عن النازحين بالدكوانه وبيعلق عند إيدي كوهين أو هو يعني حدا منهم علق عند التاني، وبتتاخذ سكرين شوت وبتتعمم مع كل السوشيال ميديا والواتساب، بلش حملة تحريض علي. الحساب يبدو دغري تسكر، وأنا دغري لما شفتها حسيت أنه في ملف، يعني للأسف صرنا بلبنان عم نتوقع أنه كل معارض لحزب الله توجه له تهمة التواصل والتعامل وهذا. فأنا دغري حطيتها للبوست على صفحتي وعملت منشن للجيش اللبناني ولقوى الأمن الداخلي أنه هيدا مش حسابي وهيدا حملة تحريض علي. هلأ بنشاط ملفت جدا انه بخلال 24 ساعه كانوا خلصوا التحقيق وكانوا اصدروا، يعني القاضي اصدر مع كل شيء عم بيصير بالبلد، اصدر مذكره توقيف وحصلت المداهمة اليوم الصبح ورحت على التحقيق. والبوست واضح جدا انه مفبرك وانا ما لي علاقه فيه، وانا كنت حامي حالي انه انا كنت مبلغه اساسا عن هيدا البوست. طيب. على صفحتي ولا جهات أخرى مسؤولة. يعني تفاجأتي أنت من سرعة التحرك؟ تفاجأتي من سرعة التحرك؟ يعني ملفتة علما بأن هذا التحرك يعني يشابه الكثير من القضايا، أنت تعرفين وليد عيدو، سمير قصير، رفيق الحريري، مفبركة. لا يشابه القضايا، يعني للأسف هي ليست قضية عليا منصور اليوم، هي قضية هو إز نكست، لأنه عليا منصور ليست الأولى ولن تكون الأخيرة. طيب. بهذه التهم، يعني كلنا بنتذكر زياد عيتاني وزياد عجوز، وبلاحظة يمكن البلد كان منقسم طائفيا بشكل آخر، أخذتهم سنين لطلعت براءتهم. ما موقفك أنت أستاذة عليا إذا سمحت لي؟ إذا سمحت لي، ما موقفك أنت من إسرائيل؟ أنا موقفي أن إسرائيل عدو تقتل اللبنانيين وتقتل الفلسطينيين، وموقفي واضح. يعني أنا ما مضطرة كل ما بدي أعطي موقف سياسي بأي قضية أعمل فحص دم وكأنه عم نرجع نعيد الأمور. يعني موقفي، وأنا هيدا كتير بشدد عليه معلن ومكتوب، أنا شخصيا من مؤيدي المبادرة العربية للسلام مثلا اللي الحكومة اللبنانية معترفة فيها وأساسا انطلقت من بيروت، فهذه ليست تهمة. ومع ذلك بس تقول هلأ المبادرة العربية للسلام يعني بينكبوا عليك بتحريض وهذه عمالي لا، هي المبادرة واضحة، أنا مع يكون في سلام بالمنطقة، ولكن بهذه اللحظة أنا قبل يومين كنت مع الزميل طارق حميد وقلت نتنياهو مجرم عم يقتل المدنيين بغزة اللي صار، يعني ما في داعي واحد يسمع. طيب تستطيعين، هل لديك تفسير لما يجري في الداخل اللبناني؟ بمعنى أن من ينتقد سياسة طرف في الداخل اللبناني حزب الله مثلا أو إيران يأتيه، قد يأتيه طفل، قد تأتيه امرأة، قد يأتيه صحفي، طبيب أو غير ذلك، وكأن بيده مشعر يقيس مدى الوطنية لديه أو لا. كيف يمكن ذلك أستاذة عالية؟ المفروض بهذه الحالة الدولة تكون عم تحمينا، أنا بالأخير مواطنة لبنانية، يعني مداهمة منزلي من دون تبليغي أنه لو تمنعت عن الحضور لتحقيق مفهوم، بس مداهمة منزلي بالست سبع يعني 6:30 الصبح في أطفال صغار بالبيت، هيدا بصير بحالة أنه أنا مش يعني
ما بعرف، يمكن تجار مخدرات، يمكن عالم هربانين من العدالة، وليس بموقف صحفي عم تعبر عن رأيها بشكل علني واسمها الصريح. هذا يعني شيء بذكرك بسوريا كل معارض للنظام يتهم أنه إرهابي، وحاليا كل معارض لسياسة حزب الله يتهم أنه عميل ومتواصل مع الإسرائيليين. وهي يعني المؤسف بالموضوع تسخيف فكرة العمالة. يعني عادة لما بتقول عمالة فهيدي تهمة إف، بس صار تسخيف لفكرة العمالة لإسرائيل والتواصل مع إسرائيل من قد ما استعملوها ضد معارضينهم. والملفت كمان مش بس هيك، الملفت إنه نحن على أبواب، يعني مش على أبواب، بعد يومين من ذكرى ثورة انتفاضة 17 تشرين كان الصمت من جهات رديفة. يعني أنا لست بنقابة الصحفيين، ولكن كنت أتوقع أنه هاي الجمعيات اللي عم بيتم تمويلها للدفاع عن الحرية، لأنه هي مثل ما أقول لك هي ليست قضية عالية منصور، هي قضية حريات في قبلي وفي بعدي. هيدي الخطورة، في قبلي وأكيد في بعدي، وبعد ما بنعرف شو ناطرنا. أنا اليوم طلعت بس أنا في حملة تدعو لقتلي، صرت أنه هن طلعوها بس أنه يجب قتلها. هيدا مكتوب بأسماء صريحة وعلنية ومنهم صحفيين، ومع ذلك هيدي الجمعيات اللي نشطت بعد 17 تشرين وتحصل على تمويل لمراقبة مستوى الحريات بالبلد صمتت. صمتت طيب، يمكن طيب اصمتي يا أستاذة علي، في حساسية علي أنا زيادة. طيب لأن طيب يا أستاذة علي اصمتي يعني أنت، أنا لا أخالف القانون، هذا رأيي. طيب اصمتي أنت، ما في مادة بالقانون بتقول أو بالدستور، أنا تحت سقف القانون وتحت سقف الدستور، ما في مادة بالدستور بتقول ممنوع معارضة حزب الله أو أي حزب سياسي. ليش أي حزب سياسي تتم معارضته وبشكل كتير عادي بديهي بتمرق؟ يعني ما بنسمع عن واحد عارض الحزب الاشتراكي أو القوات اللبنانية أو يعني المستقبل، أي أحزاب ما بنسمع أنه تمت تركيب ملفات لإله، بس لما بتعارض. وطبعا العونية بالتيار الوطني الحر اليوم عم يطلع البدع معه، يعني موقع التيار الوطني الحر عملني مش بس عميلي، أدير شبكة وفيها أسماء واعترفت على مجموعة أسماء. يعني حاولتي أستاذ علي، طيب والأسف أن اللي بيحط نعم، حاولتي التواصل مع أسماء معينة مع صحفيين لديهم أسماء معروفة هم يتهكمون؟ لا، يتهكمون تليفوني لا، أنا ويظلمونك. أنا لما داهموا البيت، لما داهموا البيت أخذوا مني تليفوني وأخذوا اللابتوب، وأنا بوقت اللي طلبوا مني أفتحهم لأنه في هيدا كنت يعني يمكن قانونيا بحق لي ما اعطينيهم، بس انا اعطيتهم اياهم لانه هيدي التهمه فعلا يعني مسيئه. وانا ام لاطفال لبنانيين، يعني انسى عالية منصور، انا ام تم ارعابهم في السادسه 6:30 صباحا بهذا الشكل بفبركه هيك ملف. يعني انا ما عم بتهم الجهه هي اللي فبركت، بس انه الملف واضح جدا انه مفبرك استاذ حسين اذا بتطلع على التويت المحطوطه، يعني والسرعة القياسية اللي تمت فيها الأمور، إنه واو يعني كتير كتير واضحة، إنه بعد يعني كتير واضحة. فبدنا نروق، في عدوان على لبنان وفي أزمات مخيفة عم بتصير بلبنان، بدنا يعني فكروا بلبنان أولا. انسوا علي منصور، لبنان بلد الحريات، لبنان كان سويسرا الشرق، صرنا إذا بدنا ننتقد إيران بدنا نتعرض لتهديد أمني. صارت الدولة بدل ما تحمينا عم بتحط سمعتنا بهيدا المطرح، صارت عم تعرضنا للتخوين. أنا بحمل المسؤولية اليوم للسلطة السياسية وليش للسلطة الأمنية، لأنه هذه السلطة الأمنية تدار من السلطة السياسية. أنا اليوم عم بتعرض لتهديد بالقتل وللتخوين ولكل هيدا، تفضلوا يعني صلحوا اللي عم تعملوه. وحياة العالم مش لعبة هيك، مش بهالسهولة بتعرضوا حياة العالم، وسمعة لبنان مش هالقد يعني عم تستهتروا فيها. المعركة معركة حريات، المعركة انه من حقنا نرفض ما فعله ويفعله حزب الله بلبنان من ايام من 2005 لليوم. انا اليوم بتعرف شو تذكرت استاذ حسين؟ فضل. تذكرت وسام الحسن الله يرحمه اللي انقتل. وسام الحسن كشف 30 شبكة تجسس إسرائيلية وتعامل مع العدو، ما في منهم ملف مفبرك. ما تمت مداهمة صحافي واتهامه بتويت أو ببوست على الفيسبوك أو بصورة أو بلايك. اللي بده يكشف العملاء، وصار معروف وين بيئة العملاء. يعني أنا ما تواخذني، أنا لا عندي بيجر ولا عندي شركة جيب بيجر ولا بعرف أماكن اجتماع حزب الله. ولكنك يعني العدو أساساً شو بده يعمل يتعامل معي؟ ولكنك تسمعين، ولا بد أن أنقل لك هذا الهاجس.
كثيرون هم من يتحدثون ويقولون هي سورية فلترجع إلى بلدها، ما علاقتها بلبنان؟ لماذا تنتقد أنا لبنانية؟ أنا سورية لابد أنا لبنانية. أنا لابد أن أمر أمر أمر, أمر على هذه النقطة يا أستاذ علي. حسين خلينا لنخلص من هذه النقطة تحديدا اللي دائما بتهجم عليه. أنا سورية وأنا لبنانية، مواطنة لبنانية تتمتع بجميع حقوق المواطن اللبناني. أنا عشت بلبنان أكثر ما عشت بسوريا، وأنا نضالي السياسي إذا بدك نسميه بدأ بال 2005 للدعوة لخروج الجيش السوري من لبنان وللتحقيق بجريمة اغتيال رفيق الحريري وجميع الهيد. أنا من هنا بدأت، يعني أنا هون بلشت لبنان من محبتي لهذا البلد وانتمائي لهذا البلد. أنا ما إجيت مبارح أو مثل ما بيعملوا حملات لطردها ونازحين ومفوضية وما بعرف شو. أنا إلي من 2005 مقيمة بشكل دائم في هذا البلد، هذا البلد أنتمي له ضميريا يعني بالوراء وضميريا وعاطفيا. هذا البلد أولادي، بلد أولادي، ما في يعني ما فيني يكون عم أقدم سيرة حسن سير وسلوك وما حدا بيحق له أساسا. أنا صحفية فيني أحكي عن أي بلد بدي إياه، وفيني انتقد أي حكومة لما بتغلط، هذا حق يكفله جميع الدساتير بالدول المتقدمة. طيب الآن فقط دقيقة واحدة أترك لك المجال فيها كي توجهي رسالة، باعتبار أن ما جرى معك ليس سهلا. يعني تحدثي لي في الإجابة الأولى بأنك تتعرضين لمضايقات، الآن رسالة من الكاتبة الصحفية الأستاذة عالية منصور لمن يسمع. عالية منصور وغيرها ليس عملاء، نحن عم نعبر عن رأينا. الحرية ليست جريمة والرأي المخالف ليس جريمة. لبنان يتعرض لجريمة اليوم، على الجميع التركيز على ما يتعرض له لبنان. يعني في اختراق أمني كبير بلبنان صحيح، ولكن ليس من البيئة التي تعارض حزب الله، بل برهنت الأحداث الأخيرة بكل أسف أنه هذا الاختراق هو داخل بيئة حزب الله وليس خارجها. موقفنا من حزب الله موقف سياسي ومبدئي، هيدا حقنا، حق عالية منصور وغير عالية منصور. ومثل ما قلت بالبداية، اليوم أنا في قبلي مجدولين وفي قبلي مكرم وفي مع لقمان سليم شفنا الله يرحمه لوين وصلت، ومن أيام جبران تويني والبقلاوة وسمير قصير و Who's next؟ هيدا السؤال Who's next؟ نحن منصير تفصيل، ولكن هذا البلد عم تتغير هويته. صار أي شخص معرض أنه يعني معرض لأنه يسيطروا على كل شيء بهذا الإرهاب الفكري ويحولوا لبنان ما بقى يشبه لبنان. بكل بساطة لبنان ما بقى يشبه لبنان. نحن عم نحكي محبة بهذا البلد. بوست مبين هالقد مفبرك لينعمل منه دعوة وينعمل منه بهالسرعة الهيدا، وما بعرف شو ناطرني. لأقول لك الصراحة أنا ما بعرف شو ناطرني. ناطرك يعني السلام والأمان، واضح أنه محبيني كتار. طيب. ولكن موقفي أعلن عنه علنا، أنا ما عندي شيء مخبى، أنا لا بشتغل باسم وهمي ولا بتخبى بصورة وهمية. أنا موقفي معلن من كل ما أؤمن به بموضوع حرية وسيادة لبنان واستقلالهم من 2005 مش من اليوم. طيب شكرا جزيلا لك من بيروت الصحفية عالية منصور على كل هذه الإيضاحات، وينطرك الأمن والسلام يا أستاذ علي، شكرا جزيلا لك. من زحلة ينضم إلينا مراسل حدث محمود شكر، من القدس الصحفية هبة مصالحة، مرحبا بكما محمود، ما جديد ما يجري حولك؟ نعم، هي 9 غارات في منطقة البقاع، أولها كانت مع ساعات الفجر في شتورة وأوسطها كانت في بعلول وآخرها منذ حوالي النصف ساعة في قضاء بعلبك وتحديدا في البزالية. الأعداد للضحايا قاربت 6 إلى 7 ووصل عدد الجرحى إلى 20. في شتورة مع ساعات الصباح غارت مسيرة باتجاه الشقة، أي البلدة التي نحن نتواجد بها الآن هي شتورة، وكانت النتيجة أن سقط الضحية بالإضافة إلى 2 جرحى. ثم بعد ذلك أغار الطيران الإسرائيلي في عمق البقاع الغربي وتحديدا في زلاية وسحمر، وبعد ذلك ليغير على بلدة هي بعلول وتحديدا على محطة للبنزين. كان رئيس بلدية سحمر يتزود فيها بالبنزين لسيارته. أدت الغارة التي استهدفت سيارة رئيس البلدية مباشرة إلى سقوط 4 ضحايا وأيضا ما يقارب 13 جريحا.
ثم بعد ذلك عند العصر أغار الطيران على داخل مدينة بعلبك في محلة تعرف بالعسيرة، وأيضا أغار على الطريق التي تؤدي إلى المدينة في محلة تعرف أنصار بالقرب من الطيبة، وأيضا على بلدة هي بوداي في غرب بعلبك. عند غروب اليوم أغار الطيران في عمق البقاع، ولكن هذه المرة من الجهة الشمالية، أي في عمق المشرفية عند الحدود اللبنانية السورية في منطقة المواجهة للهرمل. ومنذ حوالي الساعة والنصف كانت آخر الغارات باتجاه منزل في بلدة البزالية التي تقع أيضا في غرب مدينة بعلبك. المعلومات تتحدث عن أن عائلة بأكملها كانت تحت الردم. في تحديثات لآخر الأرقام سقط ضحيتان وعدد من الجرحى وحالة أحدهم خطيرة. إذا عدت إلى الأمس وتحديدا إلى ما رأيك أن نؤجل الأمس إلى ما بعد الذهاب إلى هبة يا محمود، باعتبار الأمس فات عليه 24 ساعة؟ هو مؤجل بطبيعة الحال الأمس. يؤجل؟ تسمح لي أن أؤجل الأمس إلى 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 ذهاب إلى هبة؟ تسمح لي محمود؟ هو بطبيعة الحال الأمس إذا قلنا عنه مؤجل. طيب تفضل. هبة مرحبا بك، نستطلع منك آخر الأخبار. قبل قليل كان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، نريد المزيد فيما يخص جبهة لبنان وجبهة غزة. نعم، يعني على صعيد جبهة لبنان نتحدث عن آخر رشقة صاروخية كانت قبل ساعتين من الآن، والتي استهدفت مناطق في إصبع الجليل والبلدات المحاذية جدا للحدود، حيث يتواجد الجيش الإسرائيلي أيضا في إطار العملية البرية، بالإضافة أيضا إلى الرشقات الصاروخية التي استهدفت الجليل الغربي، أيضا استهدفت مدينة حيفا أكثر من 200 صاروخ ومسيرة منذ ساعات الصباح حتى الآن أطلق من جنوب لبنان باتجاه المناطق الشمالية في إسرائيل. نتحدث عن أكثر من 100 صاروخ استهدف فقط مدينة حيفا وخليجها ومنطقة الكريوت، مع سقوط لصواريخ بمنطقة كريات آتا وكريات بيالك أيضا، بالإضافة إلى سقوط أيضا صاروخ وأيضا في مدينة عكا بالجليل الغربي، ما أدى إلى مقتل إسرائيلي، بالإضافة إلى مقتل جنديين اثنين خلال العملية البرية. مستشفى صفد أيضا تحدث عن وصول 13 إصابة نتيجة العمليات البرية من الجنود الإسرائيليون هناك. أيضا نتحدث عن المسيرة التي وصلت إلى مدينة كيساريا الساحلية حيث يتواجد منزل بنيامين نتنياهو، استهدفت هذا المنزل. الآن نتحدث عن أن الجيش الإسرائيلي يعني يدرس كيف لم يرصد أو ترصد الاعتراضات الإسرائيلية هذه المسيرة. كان قد تحدث قائد سلاح الجو السابق للقناة 12 الإسرائيلية بأن تقديرات أمنية كانت خاطئة حينما دوت صافرات الإنذار بمنطقة جليلوت حيث تتواجد القواعد العسكرية الاستخباراتية لمقر الموساد شمال مدينة تل أبيب، وتوجهت هذه المسيرة بعكس ما كان هو متوقع أمني إلى منزل بنيامين نتنياهو. التساؤل في إسرائيل ما إذا كان هذا الهجوم هو رسالة من إيران إلى إسرائيل، حيث تنتظر إيران أيضا الرد الإسرائيلي على الهجوم الإيراني الأخير بالصواريخ الباليستية، وأيضا تتساءل إذا ما كان هذا رد من حزب الله الذي لم يتبنى حتى الآن هذه المسيرة، إذا ما كان هو رد على عمليات الاغتيال الأخيرة من قبل الجيش الإسرائيلي. الآن هناك صافرات إنذار تتجدد أيضا في منطقات أيضا في المناطق الحدودية جدا، وأيضا نتحدث عن تقرير عن اعتراض في أيضا في مدينة إيلات. طيب. الآن الحديث عن أصوات لأصوات الاعتراضات في مدينة إيلات جنوب الآن في هذا إسرائيل الوقت ننتظر المزيد من المعلومات. نعم، الآن أصوات اعتراضات، يعني نرصد أيضا فيديو لاعتراضات إسرائيلية في مدينة إيلات جنوب إسرائيل. لا نعلم إذا ما كانت هذه مسيرة أم هي صواريخ. أين الفيديو؟ قادمة عندك الآن؟ عندك أكثر من مرة تستهدف، عندك الفيديو الآن هبة؟
نعم نعم. أرسليه وأعود إليك بعد قليل. نعم يعني أحاول يعني لا أعلم إذا. أرسليه وبعد قليل أعود إليك. محمود عد بنا للأمس يا محمود. نعم التقارير أشارت بالأمس إلى سقوط ضحيتين وإلى سقوط 21 جريحا وهذا يدلل على أن الغارات هي مستمرة في البقاع. ربطا بالذي أشارت إليه الزميلة قد انشغل البقاعيون منذ نصف ساعة وتحديدا بشهب ناري سقط في عمق السلسلة الشرقية لجبال لبنان. البعض تحدث عن أن الذي سقط هو مسيرة إسرائيلية في حين إلى أن البعض قال إلى أن الذي سقط هو صاروخ، ولكن الذي رؤي بالعين المجردة هو كتلة نارية كانت تهوي من وسط الفضاء باتجاه عمق السلسلة الشرقية لجبال لبنان وتحديدا في منطقة التي هي ممتدة من البقاع الشرقي حتى جرود النبشيد. ولكن بالعودة أيضا إلى واقع الاغتيالات أو الغارات التي حصلت في منطقة البقاع والتي يمكن أن ندرج في خانتها الغارة التي حصلت على طريق جونية، فهما ثلاثة غارات على قاعدة الاغتيالات الأمنية، بمعنى إلى أنه في بعلول استهدفت السيارة وكان سائقها هو رئيس البلدية على المستوى الشخصي، في شتورة استهدفت الشقة وكان الذي يوجد فيها أيضا مواطن البعض يقول إلى أنه متفرغ في صفوف حزب الله، وأيضا السيارة الجيب الذي استهدف في جوني أشارت المعلومات إلى أنه أيضا متفرغ في حزب الله. وعليه عادت هذه الموجة من الغارات على قاعدة الاغتيالات التي وإن غابت في الأيام الماضية لتحل محلها موجة الغارات العنيفة باتجاه الأبنية والأراضي المفتوحة وأيضا الجبال والأودية. شكرا جزيلا لكما من زحلة مراسل الحدث الزميل محمود شكر، وأشكر كذلك من القدس الصحفية هبة مصالح. بعد محاولة اغتياله قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن من وصفهم بعملاء إيران الذين حاولوا اغتياله قد ارتكبوا خطأ فادحا، وأضاف أن محاولة الاغتيال تلك لن تردع إسرائيل عن مواصلة الحرب ضد أعدائها، مشددا على أن حكومته ستعيد الرهائن من غزة وسكان الشمال إلى منازلهم. وقال نتنياهو إن بلاده ستحقق أهداف الحرب وستغير الواقع الأمني للمنطقة على مدار أجيال. وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي قد أعلن اليوم أن مسيرة أطلقت من لبنان استهدفت مقر إقامة بنيامين نتنياهو في قيساريا، وأورد مكتبه في بيان أنه وزوجته كانا خارج المنزل وقت وقوعها، مضيفا أن الحادثة لم يوقع أي قتلى. وبعدها ومن حديقة المنزل ذاته ظهر نتنياهو بفيديو في إشارة للتأكيد على أنه لم يصب بالمسيرة. جيد، كما تعلم قبل يومين قضينا على السنوار، كما قلت نحن في حرب النهوض والبناء ونحن مستمرون حتى النهاية. وأود قول شيء إضافي، أنا أفتخر بجنودنا، فخور بضباطنا، فخور بكم مواطني إسرائيل. إذن نتابع هذا الفيديو لاعتراض مسيرة فوق إيلات مشاهدينا. كانت الزميلة هبة مصالحة تحدثت قبل قليل. Thank you.
إذن كانت هذه صور لاعتراض مسيرة فوق إيلات. من القدس ينضم إلينا المحلل السياسي شلومو كانور. سيد شلومو، حقيقي ما جرى مع نتنياهو اليوم أو مسرحية أو مسلسل أو سمه ما شئت؟ الحقيقة هي أنه تمت مسيرة اخترقت الأجواء الإسرائيلية من أصل 3 مسيرات، تم اعتراض 2 منهما، في حين تسللت مسيرة ثالثة باتجاه منزل الخاص لنتنياهو في 7 من صباح اليوم، عندما لم يكن داخل المنزل بل كان في منزله الآخر في مدينة القدس. وهذه هي الرواية. ومع ذلك، ولكن ثمة أخبار تقول بأنه خرج من المنزل قبل نصف ساعة، يعني لذلك أنا سألتك فيما إذا كان هذا شيء مدبر أو شيء من أجل أن تكون هناك ردات فعل. البعض يقول بأن من مصلحة نتنياهو أن يستفيد من هكذا عملية، من الممكن أن يدبرها هو ذاته. تتضارب الأنباء حول موعد خروج، ما إذا كان نتنياهو قد أمضى الليلة في بيته في هرسلية أم أمضى الليلة في منزله الثابت في مدينة القدس. هناك أنباء مختلفة، ولذلك أعتقد بأن يجب الانتظار لتتأكد الأنباء. ولكن إذا عدنا واعتمدنا على البيان الرسمي، فالبيان الرسمي يقول بأن نتنياهو لم يكن داخل البيت هو وعقيلته، وأنهما كانا في مدينة القدس. هذه هي الرواية الرسمية أو البيان الرسمي. ودليلا على ذلك، وهنا ممكن أن أؤكد كمواطن في مدينة القدس، بأن المشاهد التي تفضلت وعرضتها لنتنياهو في الحديقة هي أحد حدائق مدينة القدس وليس حديقة في مدينة قيصرية. طيب سيد شلومو، الآن السيناريو الذي من الممكن أن تتعامل به حكومة بنيامين نتنياهو مع ما يجري في جنوب لبنان وكذلك في قطاع غزة، هل تمت مناقشات؟ هل تمت طلبات لإنهاء هذه الحرب أو لا؟ أولا تجري المشاورات والجلسات الأمنية لتقييم الوضع بصورة دائمة منذ الليلة الماضية لتقييم الأوضاع سواء في جنوب لبنان وأيضا في قطاع غزة. وهذه المشاورات استمرت اليوم طوال هذا اليوم، وستتوج هذه المشاورات بجلسة المجلس الوزاري المصغر المحدد عرض ومساء غد الأحد. من هنا أي قرار بالنسبة لتحركات إسرائيل العسكرية سواء ضد إيران أو تصعيد الأمور في لبنان أو الاستمرار في الحرب في قطاع غزة، أعتقد بأنه هذه الأمور سيتم مناقشتها بصورة مفصلة في جلسة المجلس الوزاري الليلة القادمة، ولذلك يجب الانتظار. ولكن مما لا شك فيه بأن إسرائيل مساء اليوم تحمل على الضوء العملية الفاشلة لاعتراض واستهداف نتنياهو بأنها هنا تصعيد خطير جدا، خاصة أنها تم محاولة لاستهداف رمز إسرائيلي رسمي، وهذا والجهات الإسرائيلية الرسمية تحمل إيران بالدرجة الأولى. ومن ثم ماذا يترتب على هذا عندما تقول لي إسرائيل تحمل إيران المسؤولية؟ يعني أفهم بعض الإشارات أنا سيد شلومو بأن لا أحد لديه حصان الآن بعد هذا الاستهداف، هذا ما تريد الحديث عنه أو ماذا؟ يعني ما علاقة إيران؟ إيران لم تقل بأنني أنا استهدفت نتنياهو. أعتقد بأن هذا يعود إلى القائمة المعدة بالنسبة للأهداف المتفق عليها والتي أطلعت عليها الإدارة الأمريكية بالنسبة للعملية الإسرائيلية المنوي تنفيذها، والتي لم يحدد بعد موعد تنفيذها، وهي ربما ستشمل
رموز إيرانية كما تفضلت وأشرت إلى ذلك، وهذا هو استنتاج طبيعي، بالإضافة طبعا إلى تغيير أو تعديل في قائمة تصنيف الأهداف الإيرانية الغير متفق عليها مع الإدارة الأمريكية. هذا هو المرجح في بين في الدوائر الإسرائيلية المختلفة. طيب، أنا لم أقل، ولكنك أنت تقول بأنه تحميل لإيران، وأنا قلت لك ما علاقة إيران؟ الجانب الإيراني لم يصرح ولم يبدر عنه أي شيء فيما يخص هذه المحاولة سيد شلومو. طيب الآن وضح هذه النقطة، لماذا إيران؟ لأن إيران حسب المعلومات الاستخباراتية الإسرائيلية الأكيدة، وهنا ثبت بمقدور إسرائيل على الحصول على مثل هذه المعلومات، بأن إيران أصبحت بمثابة الموجه الرئيس والقائد الرئيس لعناصر حزب الله غداة اغتيال نصر الله في الشهر الماضي، من حيث توجيه وقيادة عناصر حزب الله، هذا من جهة، وأيضا من حيث مواصلة مد حزب الله بالأسلحة والعتاد عوضا للترسانة التي تم تدميرها خلال أشهر الحرب. هنا الضلوع إيران بصورة مباشرة بما يدور داخل حزب الله وبما يقوم به حزب الله. حزب الله لا يمكن أن يتحرك بدون موافقة أو إملاء أو توجيه أو مصادقة من قبل إيران، ومن هنا الاعتقاد بضلوع إيران ومسؤولية إيران المباشرة لكل ما يدور في الأراضي اللبنانية من قبل حزب الله وكل ما ينفذه حزب الله ضد إسرائيل. من القدس المحلل السياسي شلومو غانور. دان وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي عملية اغتيال يحيى سنوار من قبل الجيش الإسرائيلي، وحذر عرقجي من أن احتمال اندلاع حرب في المنطقة، مؤكدا أن لا أحد في المنطقة باستثناء إسرائيل يريد اندلاع حرب إقليمية شاملة. ما تداوم التروريسم الدولتي رجيم إشغالگر القدس. ندين بشدة استمرار الإرهاب الذي تمارسه إسرائيل، وخاصة اغتيال يحيى السنوار، فقد أثبتت التجربة أن موت مثل هؤلاء القادة لا يسبب أي خلل في النضال المشروع للشعب الفلسطيني ضد الظلم والاحتلال، بل يعطيه المزيد من الدافعية والسرعة. إن احتمال اندلاع حرب في المنطقة يظل احتمالا جديا، ولا أحد في المنطقة باستثناء إسرائيل يريد هذه الحرب. نحن نريد خفض التوتر، وبطبيعة الحال وكما أعلننا مرارا وتكرارا، فإن لدينا الاستعدادات اللازمة لأي سيناريو ولكل موقف. في تعليقه على تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن علمه بتفاصيل الهجوم الإسرائيلي المتوقع على إيران، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن أي أحد يعرف كيف ومتى ستهاجم إسرائيل إيران يجب أن يحاسب، وأضاف أن أي أحد سيوفر الوسيلة والدعم لمثل هذه الحماقة يجب أن يحاسب وأن يتحمل المسؤولية عن أي خسائر بشرية. وقال عرقجي إن احتمال اشتعال حرب في المنطقة الشرق الأوسط يعد جديا، مشيرا إلى أن طهران تريد خفض التوترات عكس تل أبيب التي تريد إشعالها. وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قال إنه يعلم كيف ومتى سترد إسرائيل على الهجوم الصاروخي الإيراني، مؤكدا امتلاكه تفاصيل ذلك الرد، إلا أنه أحجم عن الخوض في تفاصيله. وفي حديث مع صحفيين قبيل صعوده إلى الطائرة مغادرا برلين، قال إنه يعتقد بوجود إمكانية للتعامل مع إسرائيل وإيران بطريقة تنهي الصراع لفترة من الوقت، أو بعبارة أخرى تنهي التصعيد المتبادل وفق تعبيره. وردا على سؤال لأحد الصحفيين عما إذا كان لديه فهم لما ستفعله إسرائيل ردا على الهجوم ومتى سيحدث هذا الرد، قال بايدن نعم ونعم. وعندما سئل عما إذا كان سيشارك هذه المعلومات، أجاب الرئيس الأمريكي بإيجاز لا ولا. من واشنطن مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق ديفيد شينكر ينضم إلينا. سيد ديفيد، يعلم الرئيس الأمريكي تفاصيل هذا الرد وزمنه أو أنه حديث عابر؟ أسعد الله مساءكم ومساء الخير للمشاهدين.
خلافا للعمليات الكثيرة التي شهدناها في الماضي مثل عمليات البيجر وعملية اغتيال نصر الله، هذه المرة أعتقد أن الرئيس كان يوحي بإيجاز إلى أن إسرائيل قد أبلغت الولايات المتحدة عن عزمها بالنسبة للتوقيت وطبيعة الهجوم والتفاصيل المتعلقة بعملها الانتقامي ضد إيران جراء إطلاقها 200 صاروخ بالستي أطلقت على إسرائيل قبل بضعة أسابيع. طيب، كان يريد رفع الحرج عن إدارته باعتبار أن الكثير من التقارير تقول بأن تل أبيب لم تخبر واشنطن عن كل العمليات السابقة. أعتقد أن هذا السبب الذي دفع الرئيس للحديث عن ما كان يشعر به في السابق من إحباط مع إسرائيل. حتى كذلك وزير الدفاع أوستن كان قد انتقد إسرائيل لعدم إعطاء الولايات المتحدة إشعارا مسبقا بشأن ما تنوي فعله، لكن هذه المرة بايدن كان واضحا، وبكل تأكيد الولايات المتحدة كانت تنظر لمعرفة طبيعة هذا الانتقام في بعض، وكانت تسعى للحؤول دون ضرب المواقع النووية ومواقع النفط الخاصة بإيران. وقد تم التوصل لحالة من الإدراك والتفاهم بأن الولايات المتحدة قد تلقت تحديثا عما تنوي إسرائيل فعله. أعتقد أن هذا أمر غير اعتيادي، وأن الولايات المتحدة ممتنة للإنذار المبكر الذي حصلنا عليه. استطاعت إدارة بايدن أن لا يتجاوز نتنياهو بنك الأهداف المرسوم منها بالنسبة لهذا الرد؟ سوف نرى. الإجابة قد تكون طويلة، لكن حقيقة الولايات المتحدة قامت بنشر منظومة ثاد الدفاعية، قد يكون وهذا بمثابة إشارة بالنسبة لي مفادها أن الولايات المتحدة وإسرائيل قد توصلا إلى نوع من الاتفاق حول طبيعة الأهداف التي سوف يتم ضربها. وقال الرئيس بأنه يتوقع أن يكون الرد متناسبا. لا أعلم ما الذي يعنيه رد متناسب من خلال الرد على 200 صاروخ باليستي يتعرض إليه بلد ما، لكن التهديد من قبل الهجوم الإيراني على السعودية والإمارات والكويت ولضرب بعض منشآت الطاقة والنفط دفع الولايات المتحدة للخشية من أن إيران قد تقوم بتصنيع قنبلة نووية وأن تقوم إسرائيل بضربها، وهذا هو قد يكون قد مهد الطريق للتفاهم حول طبيعة الاستهداف. طيب، شكل الرد حتى هذه اللحظة من خلال قراءتك ودراستك للحالة الإيرانية والحالة الإسرائيلية، كيف سيتصرف نتنياهو؟ مجددا أعتقد أن الأمر يجب أن يكون ردا جوهريا، وخاصة أن هناك 500 صاروخ كروز ومسيرة أطلقت على إسرائيل، ورد إسرائيل الأول كان رمزيا من خلال إظهار قدراتها، ولكن ليس أحداث تكلفة باهظة على إيران. حكومة إسرائيل حالها حال الحكومات الأخرى، تود أن تضمن أن مثل هذه الهجمات بين الدول هي ليست مسألة عادية، لذا لابد لهم من أن يرفعوا من قيمة الفاتورة وليظهروا بكل صراحة القدرات المتفوقة التي تتمتع بها إسرائيل، سواء كان ذلك يطال أفرادا أو يطال أصولا ذات قيمة مرتفعة. أعتقد أننا ما سنراه في الأسابيع المقبلة سوف يكون له مغزى كبير،
وقد يحتمل أن يفضي إلى نوع من الردع أو على الأقل في أضعف الإيمان لإعطاء إشارة عن حقيقة قدرات إسرائيل. في الوقت ذاته يتحدث وزير الخارجية الإيراني يقول احتمالية اندلاع حرب كبرى وكبيرة في المنطقة يعني باتت تزداد. كيف يقرأ هذا التصريح؟ نعم، أعتقد أن إسرائيل وفي أعقاب أحداث 7 من أكتوبر وتعرضها لهجوم من قبل 6 وكلاء لإيران ومن أتباعها و6 كيانات تهاجم إسرائيل، وقد أظهرت إسرائيل سواء في غزة وعلى وجه التحديد في لبنان حتى الآن وفي اليمن أيضا وفي سوريا بأنها عازمة للصعود في سلم التصعيد، وعليهم التزام إزاء مواطنيهم بأن يكون لديهم حدودا آمنة وسماح لمواطنيهم العيش على الحدود دون خشية اختطافهم أو قتلهم أو ذبحهم. لذا أعتقد بأنهم كانوا عدائيين من حيث اتخاذ المبادرات بأنفسهم في الدفاع عن النفس وفي ذات الوقت إظهار مدى قدرتهم الاستخباراتية وهيمنتها. أعتقد أن هذه الفرص التي قد تتعلق بالتصعيد هي واردة. الأمر لا يرتبط بإسرائيل بل أيضا يرتبط بإيران ووكلائها، وهم لديهم قول في هذا. دعونا نرى ما الذي سوف يفعلونه، وليس الأمر فقط حول رد إسرائيل بل حول إذا ما كانت إيران ترغب بحرب إقليمية. شكرا جزيلا لك من واشنطن مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق ديفيد شينكر. حمل القيادي في حركة حماس سامي أبو زهري حمل الإدارة الأمريكية والدول الداعمة لإسرائيل مسؤولية الجرائم التي ترتكبها الأخيرة في قطاع غزة، وأشار أبو زهري إلى أن الجيش الإسرائيلي كثف خلال الأونة الأخيرة من استهداف المستشفيات. نحمل الإدارة الأمريكية وكل الدول الداعمة للاحتلال في حربه ضد شعبنا وعلى رأسها بريطانيا وألمانيا المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه المجازر والجرائم وحرب الإبادة الجماعية التي ترتكب يوميا ضد أهلنا في قطاع غزة بسبب تزويد جيش الاحتلال بالأسلحة والقنابل والعتاد العسكري إلى جانب منحه غطاء سياسيا. إن العدو المجرم مستمر في سياسته الإجرامية غير المسبوقة في تاريخ الحروب باستهداف المستشفيات بالقصف والتدمير ومنع الأطقم الطبية والدفاع المدني من الوصول للمصابين. في أول تعليق على مقتل زعيم حركة حماس يحيى السنوار، قال المرشد الإيراني علي خامنئي إن حركة حماس حية وستبقى حية، ووصف خامنئي في بيان خسارة السنوار بالمؤلمة لما سماه بجبهة المقاومة، لافتا إلى أنها لن تتوقف مع تصفية السنوار. من رام الله ينضم إلينا القيادي في حركة فتح منير الجاغوب من طهران الباحث السياسي الدكتور محمد مهدي شريعة مداري. مرحبا بكما. أبدأ من عندك دكتور محمد شريعة مداري، ماذا يمثل خسارة السنوار بالنسبة لإيران ولمحور المقاومة بين قوسين؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولضيفك ولمشاهدي القناة. من دون شك استشهاد القائد السنوار يشكل خسارة لحركة حماس، لكن كما قيل ونعلم جميعا أن حركات المقاومة لا تتأثر بفقد رجالاتها وقادتها. يعني حركة حماس بالتحديد فقدت الشيخ أحمد ياسين ذهب شهيدا، الرنتيسي أيضا استشهد، إسماعيل هنية استشهد، واليوم السنوار. حركات المقاومة دائما هي مستعدة لهذه التضحيات، وهناك العديد من الذين يمكن أن يحلوا محل السنوار. لذلك هذه العملية على الرغم من الخسارة الكبيرة التي تكبدتها حركة حماس، لكن لن تؤثر على مسيرة هذه الحركة. طيب أستاذ منير، مرحبا بك. أيكما أكثر حزنا على يحيى السنوار؟ طيب أستاذ منير،
طيب إذن قطع الاتصال الاتصال بالأستاذ منير الجاغو. بعود إليك يا دكتور محمد مهدي شريعة مداري. الآن مسألة تعاطي إيران مع هذا المحور، كيف ستكون بعد كل هذه الخسائر يا دكتور؟ لا يعني محور المقاومة كما شاهدنا، حتى أن تلاحظ مثلا حزب الله فقد أمينه العام، فقد بعض قياداته، طبعا هناك تضخيم لحجم وعدد القيادات الذين استشهدوا، لكن على الرغم من ذلك الكيان الإسرائيلي ادعى أنه قطع خطوط الإمداد لحزب الله للمقاومة الإسلامية في لبنان، ادعى أنه ضرب كل المنشآت والبنى التحتية ومخازن الصواريخ وما إلى ذلك، عملية البيجرز التي تمت وكان لها آثارها الكثير يعني ربما يمكننا أن نقول أن أي تنظيم في العالم لو كان يتحمل كل هذه الخسائر لكان قد انهار، لكننا شهدنا أن عمليات المقاومة الإسلامية في لبنان ازدادت، وهناك تصعيد خلال الأيام أو الأسبوع أو الأسبوعين الأخيرين، عدد الصواريخ التي أخذت تطلق، المسيرات، الأساليب الجديدة، وأيضا التصدي للقوات الإسرائيلية في البر، كل ذلك يدل على أنه يعني طيب يعني دكتور محمد انضم إلينا الأستاذ منير، ولكن سريعا أريد منك يعني التعويل على الصبر وعلى تلقي هذه الصدمات وبعدها إعادة الهيكلة مثلا، هذا أفهمه منك؟ ليس طبعا الصبر مهم، التضحيات هي يعني من ضمن عقيدة هذه، لكن لا ينبغي أن نحكم على حركات المقاومة والحركات التحررية بالمبادئ التي نؤمن بها في العلاقات الدولية مثلا. حركات التحرر لها منطق آخر، وحسب هذا المنطق تقدم التضحيات لكن تعيد بناء ذاتها. طيب أستاذ منير الجاغوب، مرحبا بك من رام الله، القيادي في حركة فتح. المرشد الإيراني يقول بأن حركة حماس حية وستبقى حية، كيف تقرؤون أنتم هذا العزاء وهذه التعزية من قبل المرشد باعتبار أنكم أنتم أهل الميت، فلسطين هي أهل الميت؟ مساء الخير أخي حسين لك ولضيفك وللسادة المشاهدين. مساء النور. يعني ده حماس حية والشعب الفلسطيني ميت الآن، يعني جزء كبير من قطاع غزة أصبح في حالة نزوح، عدد كبير من الشهداء. اليوم شاهدنا كيف وضع الاحتلال آلاف المواطنين الفلسطينيين على الدور، تم اعتقالهم، يقوم بإخراج ثلاث ورقات مكتوب على الورقة معتقل أم قتيل أم مهاجر، ماذا تختار، ويضع القرعة أمام المواطن الفلسطيني ليختار منها ورقة ويتلاعب في أعصابه. يعني كل هذا الذي يحدث في قطاع غزة هو من المصائب الكبيرة التي لم تحدث في التاريخ. ماذا يفيد بقاء حماس وبقاء فتح إذا أن الشعب سوف ينتهي ويذهب، وسوف نحكم من وندير من ونتحدث مع من ونقيم علاقات مع من إذا الشعوب غير موجودة؟ 2 مليون فلسطيني سوف يختفون من قطاع غزة. بعدين يعني في أمر غريب، يعني هذه الخطب التي تخرج مرة بأنهم جاهزون للتفاوض على لبنان، ومرة حماس حية، ومرة نحن جاهزين للعب دور مهم في المنطقة، طارة نحن أبلغنا الولايات المتحدة بأننا سوف نضرب إسرائيل والولايات المتحدة أبلغت إسرائيل. اليوم أقاويل تتحدث أن نتنياهو أبلغ الولايات المتحدة أين سوف يضرب إيران. يعني هما الجهتين إسرائيل وإيران ينسقوا مع الولايات المتحدة الضربات التي يقومون فيها. يعني حقيقة هناك أمر غريب. يعني أستاذ منير، يزعجكم حزن المرشد على يحيى السنوار؟ أنا لا أتحدث، يعني الرجل لم يتحدث، الرجل عزة. نحن أيضا حزينين على رحيل يحيى السنوار، هو فلسطيني وكل فلسطيني هو خسارة، ولكن أنا أقول يعني التدخل هذا بأن أو الحديث الذي يتحدثون فيه يعني إنه حماس باقي، طب والشعب الفلسطيني مش لازم كمان يكون باقي وموجود وحي أيضا؟ بالتالي يعني حتى التعزية التي يتحدثون فيها
فيها يعني نوع من الاستخفاف في حياة الناس في قطاع غزة. ده واحد. اثنين، يعني أمس استمعت أيضا للسيد خليل الحية، وكأن النضال بدأ من عند الإخوة في حركة حماس عندما يتحدث وضع السطر الأول في تحرير فلسطين. طب هذا النضال الفلسطيني منذ 76 عاما ماذا يقال عنه؟ هناك مشكلة في التصريحات التي تصدر من الحركات. دكتور محمد مهدي، شريعة مداري، اسمح لي أستاذ منير، اسمح لي دكتور محمد مهدي شريعة مداري، يقول الأستاذ منير بأن يعني ما تسلكه إيران هو لمصلحتها، ولكن هذه المصلحة يدفع ثمنها أبناء المنطقة سواء في فلسطين أو غيرها، يعني دعم إيران لطرف مقابل طرف آخر هذا مزعج. أولا ما قاله فيه الكثير من ربما إذا يعني عدم الدقة أو الأخطاء. مثلا التصريح الإيراني حول المفاوضات في لبنان كان خطأ واللبنانيون أدركوا ذلك وقد انتهى الموضوع، ما زال يطرحه أو بعض الأمور الأخرى التي لا أريد أن أتطرق إليها. لاحظ، أولا إذا كانت أي دولة ترعى مصالحها فهذا من حقها، هذا أولا صحيح. لكن غير صحيح أن يقال إن إيران ترعى مصالحها على أساس أو على أساس مصلحة الآخرين أو على حساب الآخرين. بالعكس، الكل يعلم أن إيران تحملت الكثير من وراء دعمها للقضايا العادلة في المنطقة وعلى رأسها قضية فلسطين. يعني الحصار المفروض على إيران منذ 45 سنة والذي تم إحكامه وزيادته في السنين الأخيرة هو بسبب موقف إيران من قضية فلسطين ودعمها لحركات المقاومة في المنطقة. إذا كانت إيران حتى الآن إذا أرادت إيران أن تسحب هذا الموقف وتكف عن دعمها عن حركات المقاومة لكانت تحصل على كل شيء، وكان ينتهي الملف النووي وينتهي الحصار وينتهي كل شيء. لذلك غير صحيح، ومن يعني أي شخص يعرف بأبسط مبادئ السياسة يدرك أن إيران دفعت ثمنا كبيرا من الخطأ أن نقول أن إيران تراعي مصلحتها. أين دفع على أساس مصالح؟ طيب اسمح لي دكتور محمد شريعة مداري، أستاذ منير الجاغوب. طيب اسمع الأستاذ منير إذا طيب عنده سؤال أنا مستعد. طيب طبعا أنا من أصدقاء حركة فتح ومنظمة التحرير الفلسطينية تاريخيا، ربما هو لا يعرف ذلك. يعني تريد الأستاذ منير يسألك وأنا أين أذهب يا دكتور شريعة مداري؟ يعني تريد أن تخفي دوري يعني؟ عفوا، لا ابدا، لكن يبدو عنده سؤال فقلت تفضل استاذ منير اسال الدكتور شريعة مداري. انا كان سؤالي للاستاذ شريعة، لا بالعكس انا اعرفه جيدا واعرف انه داعم لمنظمه التحرير ومن اشد الداعمين كان، هذا الموضوع انا اعرفه جيدا. طيب ولكن انا اسال، هو يقول بان 45 عاما يعني ايران دفعت ثمن، ما في حد يعني كمان يا أستاذ شريعة تحملني يعني بيدفع ثمن مجانا، لازم يكون في له مردود هذا الثمن. يعني أنا بدي أدفع ثمن في أي قضية كمان أنا بنظر إنه أنا قديش المردود علي من هذا الدعم، قديش ممكن أستفيد من هذا الدعم، ما هي الفائدة؟ يعني هلا أنت بدك نحكي بالمنطق يعني بعيدا عن التشنجات السياسية، ما هو الذي تريد إيران من دعم القضية الفلسطينية؟ يعني عندما قبل اتفاقية أوسلو لم يكن هذا الدعم يا أستاذ شريعة موجود، يعني خلينا نرجع قليلا في التاريخ، هذا الدعم حدث بعد أن دخلت منظمة التحرير في هذا الاتفاق مع الاحتلال الإسرائيلي. تفضل. بدأت أذرع إيران والناس الذين أصبح تمدهم في السلاح يتحركون لتخريب هذا الموضوع، وتقاطعوا بالمناسبة مع نتنياهو، يعني نتنياهو كان جزء أيضا من عملية تخريب. طيب اسمح لي أستاذ منير، هذه الاتفاقية وتصفية القضية الفلسطينية، وما زلنا ندفع ثمن حتى هذه اللحظة. يعني أنا بس من هذا المنطق أتحدث إنه كل داعم يكون له يريد مردود من دعم. وصل السؤال دكتور شريعة مداري، فرض حنان لدى إيران كي تدعم وتعطي بلا مقابل مثلا، وفي بعض الأماكن يا دكتور شريعة مداري تتهم إيران بأنها تأخذ ولا تعطي. هذه الاتهامات موجودة في الإعلام، الواقع شيء آخر. خليني إذا تسمح لي أرد. تفضل دكتور. سؤال. أولا يعني قد نختلف على نتائج هذا الدعم،
لا مانع في ذلك، لكن خلينا نتفق على أن إيران لم تقم بهذا الدعم بناء على مصالحها وللتفريط بمصالح الطرف الآخر. ممكن نختلف على النتائج، لكن إيران لم تقم، بالعكس إيران فرط، ربما يمكن القول أنها فرطت بمصالحها بسبب هذا الدعم. حينما كانت في إيران تدعم منظمة التحرير الفلسطينية وحركة فتح، وكانت العلاقات مع الرئيس الراحل الشهيد أبو عمار ياسر عرفات، وحتى اليوم العلاقات مستمرة مع السلطة الفلسطينية، السفارة الفلسطينية موجودة في طهران، أول سفارة فلسطينية افتتحت طيب دكتور شريعة مداري، نعم انقطع الاتصال للحظة، تفضل دكتور أكمل. فلسطينية أيضا، يعني هذه الفصائل الفلسطينية. دكتور طيب دكتور منير دقيقة واحدة تفضل، باعتبار أن كليكما اختار أن يسأل الآخر وأنا يلا تفضل. شريعة يعني هو كمان أجاب على سؤالي، فعلا بعد عام 94 توقف الدعم السياسي وتوقف الدعم في كل المجالات منظمة التحرير بسبب أنها ذهبت باتجاه آخر بموضوع الحقوق، فتوجهت إيران إلى أذرع أخرى لتخريب ما توصلت إليه منظمة التحرير الفلسطينية. هو أيضا يعني واضح أنه يعني جاء على نفس الفكرة التي أنا أتحدث بها، يعني بأن الدعم لم يكن مثلا لنعطي فرصة لهذا الاتفاق مثلا 3-4 سنوات ماذا سوف يحدث فيه، والاحتلال قد يلغيه من جهة واحدة وينقض عليه. بالعكس كان هناك تقاطع ما بين ما يريد الاحتلال واليمين الإسرائيلي وما تريد نصف دقيقة إيران أيضا باتجاه أستاذ منير. أستاذ منير انقطع الاتصال بدكتور شريعة مداري، لذلك بقي نصف دقيقة، تفضل دكتور شريعة مداري. لا يعني أنا أعتقد أنه يعني حقيقة هذا الكلام إذا يسمح لي أستاذ منير مضحك، أن نقول أن إيران واليمين الإسرائيلي يلتقيان فيه، يعني لا أتصور حتى طلاب المدارس أن يقبلوا بذلك. تقاطعوا لم يلتقوا، لم يتفقوا، تقاطعوا في نفس الفكرة. هذا هو رأيك وتحت تأثير يعني الإعلام أو ال 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 أثرنا عليك يا أستاذ منير، أثر عليك الإعلام يا أستاذ منير. أنا لا أقع في هذا، أفكار حرة، أنا معروف، أنا لا أقبل بأن يعني أغرد مثل ما يغرد الذين يريدون أن تكون قطيعة بيننا وبين الفلسطينيين. طيب شكرا جزيلا لكم. طيب الله يديم المحبة يا دكتور شريعة مداري وأستاذ منير جاغوب. شكرا من طهران السياسي والبحث السياسي دكتور محمد مهدي شريعة مداري، وكذلك من رام الله القيادي في حركة فتح الأستاذ منير جاغوب. 9:10 بعد قليل مع زميلتي ماريا بن عادل، تابعوها، دمتم بخير.